مساء الخير ومرحبا بكافة متابعينا ومتابعاتنا على صفحة مصلحة تونس فوق الجميع. مرحبا بكل متابعي ومتابعات برنامج سون ليميت في حلقة جديدة. اليوم نحكيه على عديد المواضيع. نحن نبدأ بربريك أكتواليتي، دونك نحكيه ما يستجد على الساحة السياسية وعلى الساحة الإعلامية من أحداث، أيضا على الساحة الثقافية. المنستير تسخر بالأنشطة الثقافية في الآونة الأخيرة. دونك قبل ما نبدأ نحكيه في مواضيعنا اليوم، حبيت نتوجه برسالة إلى طبعا مصطفى صفحات المستنسين بنا، ولا يظهر لي طلعوا من جمهورنا أكثر من صفحاتنا أحنا والقريبة منا، وفي توجهاتنا في إيديولوجياتنا إلى غيره. دونك صفحة اسمها كشف المستور، معروفة صفحة هذه متاع شكون اللي يتحكم فيها، شكون معناها ماريونات يخدموا بها. الصفحة هذه مهبطة تصويرة تشويهية كالعادة، دونك تنطلق الحملات التشويهية متاعهم، مهبطين لي تصويرة، عاملين لي ماسك في وجهي. الحمد لله احنا ما نخدموش بالماسك، كل شيء على برا. الأنشطة متاعنا تتعدى في المباشر. الصفحة متاعنا تقريبا تحتوي على 300,000 متابع ومتابعة. البرنامج ما شاء الله معناها واصل بالكداب الكداب، نتناولوا في مواضيع ثقافية، مواضيع سياسية، مواضيع رياضية، برنامج متنوع شامل مختلف. حاطين لي تصويرة معناها فيها ماسك، وحاطين أيتام المخلوع، معناها أقل ما يقال عنهم هالمستوى هذايا الرديء والخسيس متاع أبناء ما يسمى بمنظومة الربيع العربي، ربيع الخراب والدمار اللي جاب تونس بعد 2011. هنا فقط حبيت نتوجه لهم برسالة، راهو والله كلامكم معناها يهبط على قلبي كي العسل. المسار زيدوا حطوا تصاور، زيدوا حطوا ماسكوات، زيدوا شوهوا، ما عندنا حتى إشكال، بالعكس هذا ما يزيدنا كان باش نقدموا أكثر وباش نعطيوا أكثر وباش نفضحوا أكثر وباش نتكلموا أكثر وأكثر. وإذا كان تحبوا راهو بيناتنا المؤسسة القضائية ميسارش، راهو حتى التصويرة اللي واخدينها لي واخدينها من قدام محكمة هذيك. معناها إذا كان أنتم عملتوا هالماسك هذايا قدام محكمة ومعايا أستاذة معناها ورئيسة حزب اللي رافع عليا، وهذا نتشرف به وهذا فخر لي، يعني رأي الأستاذة حاضرة باش ترفع عليا في قضايا أخرى، مرحبا بكم، تحبوا تشكيوا بها تفضلوا. دونك هذايا فقط قوس نغرقوه. مصطفى نخليك الكلمة، شفت التصويرة اللي هبطوها والماسك اللي حطوه، معناها عاملين لي مكياج في وجهي، واحدة حمراء منا واحدة حمراء منا، وزوز سنين خارجين كي هكا بالكش قدمتهم قبل وما فقتش. هي تصويره مزيان، ما فما خدمه في الكلوناج وفي حتى يعني في التعبير والتشكيله حلوه. السنين خارجين طول اني قلت بس كنت دونتيست، دونك هما ذكروا يعني لواعين اللي خدمه تاعك دونتيست. بون ليماج مخدومه، ولكن مازال بك على الحمله الانتخابيه نكونوا اكثر وعي، نقدوك في برنامجك ونقدوك في حزب اللي انت تنتمي ليه. شنو البرامج الاقتصاديه، شنو البرامج الثقافيه، شنو البرامج الاجتماعيه، وهذه صفحات تخدم على روحها. الخلفيات والمرجعيات نتاعها باينه وواضحه، لكن الميدان هو الفاصل. حسب اخر الاحصائيات وبطبيعه الحال صفحه مش باش احنا مش نمجدوا روحنا، ولكن صفحه مصلحه تونس فوق الجميع كانت من اولى الصفحات، باش ما نقولش الاولانيه، هي الخدمة سبب الآراء. توا ولات حاجة ديما احنا في تونس المشكلة متاعنا، اللي الحاجة تبدا بأمور جدية لكن تولي فدركة وتولي بالأمور ماسة. أكثر القنوات وأكثر الصفحات تولي هي تهبط في سبب الآراء متاعها. الثلاثي مازال شادد اهتمام متاع أغلب النظار في الحركات السياسية. ثلاثة أحزاب موجودة، بقية الأحزاب إلى أين؟ سنرى ذلك في قريب الايام. باهي بربي حاطين لي تحت الصوره هذه رجع فلوس تيليكوم، في بالي ما خدمتش يعني قبل في تيليكوم وما عندي حتى علاقه بتيليكوم، وحتى اللين نتاعي ماهيش تيليكوم، اللين اللي نستعمل فيها ماهيش تيليكوم. فلوس تيليكوم شنو هي بربي اللي كليتها؟ ماذا بينا تنجموا توضحوا لنا اكثر، توضحوا للناس على الاقل اللي يتبعوا فيكم وفي صفحاتكم الماجوره هذه، شنو هي رجع فلوس تيليكوم؟ فاش كليتها اني تيليكوم ولا فاش خدمتها تيليكوم؟ ما نعرفش. دونك كلام دو نامبورت كوا قاعد يتقال توني اترافي، ما يصيرش. كيما قلت لكم زيدوا مش مشكل، كيما عملتوا في رمضان عم ناول، معناها حمله مجانيه، معناها الحقيقه الناس دخلت اكثر، والجمهور نتاعي نحب انه الجمهور يكون من الاخوان راهو، معناها بالعكس هذه فرصه باش تسمعوني اكثر وباش تسمعوا اكثر الفضايح نتاعك. كما قلت نغلقوا القوس هذه، نحكيوا على القمه العربيه اللي هي موضوع حديث الايام هذه، القمه العربيه في تونس ومخرجات اللي باش تخرج بها، قدوم بشار الاسد من عدمه، قدوم السيسي من عدمه، وكما تعرف مصطفى نفس صفحات باقي نرجعوا اللي هي قاعده تروج لمسيرات في القمه العربيه هذه، مسيرات مليونيه ومن بعد يحضر فيهم يمكن 10 12 شخص نتاع رابطات حمايه الثوره المنحله. دونك رافضين سوا ديزون قدوم السيسي. فقط نقفوا على ثلاثه نقاط في موضوع القمه العربيه.
حبينا لو كان الزعيم بشار الأسد يكون حاضر في القمة هذه في تونس، لأنه كما نعرفوا بشار الأسد والمنظومة متاعهم منظومة الربيع العربي قبرت ودفنت في سوريا. دونك بشار الأسد إذا كان مشاتش صحيح كانت نهايته تكون كما القذافي أو يمكن أكثر من هكاك ينكلوا به. بشار الأسد والجيش العربي السوري قاوموا معناها مخطط عالمي مش مخطط إقليمي أو مخطط محلي، وفي الأخر انتصر بشار الأسد وانتصر الجيش العربي السوري والأخينا كلهم اندثروا وتلاشوا. كل من راهن على سقوط النظام السوري هو لسقط هو لتلاشى. نبدأ من أصدقاء سوريا من هنا من رئيس المؤقت السابق ومشتقاته ومناصريه في تونس ورؤساء الأخرين كيف كيف في العالم العربي. نتعداو قدوم السيسي إلى مصر، مرحبا به، هو ممثل الحكومة المصرية الشرعية. دونك هنا حبيت فقط زاد نعرج اللي يقولوا انقلاب وما انقلاب، ما نتصورش 32 مليون مصري نزلوا للشارع في مصر وراهنوا على سقوط منظومة الإخوان المسلمين، ما نتصورش إذا كانوا يتسمى غير شرع. معناها المؤسسة العسكرية استجابت ل 32 مليون مصري، كوميم سي إنورم، 32 مليون هبطوا للشارع رفضوا وندوا بحكم المرشد وبحكم الإخوان المسلمين. دونك المؤسسة العسكرية ما كان لها كان الاستجابة لرغبات الشعب المصري، وأبريتو هذا شأن داخلي يخص مصر ما يدخلناش احنا فيه. احنا نستعفوا بحكومة شرعية يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمثلها المؤسسة العسكرية المصرية. دونك هذاك هو الرئيس الشرعي نتاعهم، مرحبا به في تونس ومرحبا بكل الدول في تونس. ما عندنا حتى مشكلة مع حتى حد، والمشاكل هذه تبقى مشاكل داخلية وشأن داخلي للبلدان. هنا نرجع أيضا للعهد السعودي. دونك الممثل المملكة العربية السعودية وحملة طالته كبيرة ورجعوا ذكرونا بالخشقجي ووفاة الخشقجي إلى آخره. يظهر لي الدول العظمى اللي نقدت وتكلمت على الحكومة السعودية في قتل أو اغتيال الصحفي خشقجي الكلها توا سكتت ولبدت، لأنه عندها مصالح استراتيجية وعندها مصالح مالية اخذت متاحها واخذت فلوسها. احنا مش نرجعوا نحكيوا على قضية الخشقجي وقتله، هذا نرجع ونقول كيف كيف شأن داخلي شأن سعودي داخلي ما عندناش الحق باش ندخلوا فيه. احنا ابريتو شكون باش ينفعنا؟ شنو هما الاستثمارات اللي باش يجيونا لتونس ولا باش يجيب لنا استثمار وباش يشغل الناس؟ مرحبا به في تونس، هذا اللي نعرفه، خاصة وأنه نمر بوضعية اقتصادية معناها كارثية في تونس. اللي باش يجيب لنا استثمارات مرحبا به، ما يهمناش موضوع اغتيال صحفي في 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 ارض ذات سياده سعوديه. ابريتو شان داخلي يخص السعوديه، حتى امريكا اللي تكلمت وندت هيك خذت نتاعها وسكتت ابارامون. دونك هذوما معظم او ابرز النقاط اللي تحكي عليهم في تونس خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي. مصطفى نخليك الكلمه. عفوا سلام، فما فاصل ما بين الهوامش، يعني اي قمه عربيه شي الهوامش اللي يختص بها السياسيون، وثم المخرجات اللي يعطيوها الوزراء. يعني اليوم آخر اجتماع بين وزراء الاقتصاد العرب، ممثل متاعهم نائب رئيس الجامعة ليبي الجنسية، أعطى تقرير مفصل على مخرجات الاجتماع. يزمنا نذكره اللي القمة العربية اللي صارت عام ناول، يعني صارت في السعودية، هي باسيسون لرئاسة لتونس باش هي بتولي ترأس القمة العربية بطبيعة الحال ممثلة في رئيس تونس بجي قائد السبسي. كل شيء كان موفر، اللوجستي، التقني، الضيوف، تشريفات، يعني كل الأمور عادة نصابها، على عكس اللي صار أقبل يعني في عهد المؤقت الأمور ما كانش مدروسة، فمن برشا لخبطات. حتى مشاركتنا في القمة العربية في السعودية كانت بين الشك واليقين. السنة شنو جديد؟ السنة يعني من 26 حتى 31 مارس اللي هو من القمة العربية باش تصير نهار الأحد 31 مارس، فما بيان ختامي. البيان الختامي باش ينظر فيه ثلاثة اتجاهات واضحة جدا. البلدان المغاربية وخاصة تونس والجزائر وليبيا بعد الربيع العربي، يعني هذه أول مخرجات سياسية. قضية هضبة الجولان السورية، يعني نقول من القضايا التجديد العهد من القضية الفلسطينية اللي هي قديمة قدام العهد. بطبيعة الحال في كل قمة عربية ثم مخرجات جديدة، وشفنا احنا القمم العربية اللي صار ما بين القذافي وبورقيبة، صدام حسين، ممثلي الكويت والسعودية كانت عندهم مواقف مشرفة جدا تجاه القضية الفلسطينية. تونس بطبيعة الحال من الدول اللي ديما دافع عن القضية الفلسطينية بطبيعة الحال، يعني سنة من أول القضايا اللي باش تتحط على طاولة الحوار هي القضية الفلسطينية.
اخر القضايا هي القضايا الاقتصاديه اللي تهم المغرب العربي بطبيعه الحال سياسيا واقتصاديا. احنا في منعرج خطير خاصه ان نشوفوا احنا الثوره اللي صايره في الجزائر. صحيح الشعب الجزائري شعب واعي جدا وخرج من عشريه خطيره، يعني كل الناس كل اللي قد نعرفوا اللي شنو تعديت على الجزائر العشريه السوداء اللي تسمى العشريه السوداء. المنصب تاع رئاسه الجمهوريه منصب شاغر، توا الجيش هو ماسك بزمام الامور حسب الفصل 102. القضيه الجزائريه باش تكون يعني في طاوله الحوار ما يهم تونس. تونس ما بين قوسين باش تستغل، يعني اتم الاستغلال الظروف الجديده، الخاطر تونس رجعت لها العهده الدبلوماسيه الحديثه، رجعت لها يعني التشريفات للتنظيم، يعني هو تشريف كبير جدا لتونس اللي هي باش تنظم القمه العربيه. ننتظر البيان الختامي خاصه فيما يخص هضبه الجولان اللي هي هضبه محتله من طرف اسرائيل ضد سوريا. والمغرب العربي شنو المخرج الجديده، خاصه اللي نعرفوا اللي ليبيا توا ماشيه في سياسه اعاده الاعمار، شنو هي الدول اللي باش تساهم في اعاده الاعمار بخلاف مصر، شنو باش يكون موقف تونس من القضيه الفلسطينيه، شكون باش يكون موقف تونس تجاه الثوره الجزائريه. برشا اسئله ننتظر البيان الختامي باش نعرفوا المخرجات وخاصة النتائج، إن شاء الله تكون نتائج بطبيعة الحال مشرفة جدا كالعادة إن شاء الله. باهي تذكيرا لكلامك على اللي سونداج اللي يطلقه الموقع نتاع مصلحة تونس فوق الجميع موقعنا، نحب نذكروا أن اللي سونداج هذوما وصبر الآراء والنتائج نتاعو راهم في صفحتنا. السونداج نتاعنا المشاركة عدد المشاركة اللي تكون فيه تفوق ال 2000 و3 و4 و5 آلاف، وصلنا حتى ل 12000 مشترك ومشتركة في صبر الآراء اللي نطلقوا فيهم. يعني سيجما كونساي كان تخدم على 1000 العينة نتاعها متكونة من 1000، راهو احنا العينة نتاعنا متكونة من 2000 و5000 و10000 واحيانا 14000 و15000 مشارك ومشاركة في لي سونداج نتاعنا. دونك هنا فقط للتذكير بور بلوس دو كريديبيليتي للي سونداج اللي قاعدين نطلقوا فيهم. وتنحكيوا على اخر صبر اراء تلقيتوا صفحتنا ونشوفوا النتائج نحاول نحلوهم ايضا. دونك حبيت نذكر موضوع الدراج البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو العضو رضوان المصموتي وهو عضو مجلس الشورى سابقا، ما نعرفش مازال ولا في حركة النهضة. سيد رضوان المصموتي في تدوينه على موقعه الرسمي يدعو إلى حل الحزب الدستوري الحر، لأنه في نظره وفي اعتقاد رضوان المصموتي هذا الحزب يعد من أعداء الثورة ولا يؤمن بالثورة ويعد من مناصري الاستبداد إلى آخره. دونك هنا حبيت نذكر سيد رضوان المصموتي الحزب الدستوري الحر اللي هو ذكره ودعا إلى حله، هذا الحزب ليست وراءه شبهات أنه يمتلك جهاز سري، جهاز أمن موازي، ليست وراءه شبهات مثلا متاع تورط في اغتيالات سياسية، ليست وراءه شبهات في تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، ليست وراءه شبهات أيضا في شرف بناتنا اللي مشاو يعملوا في جهاد النكاح في بؤر التوتر اللي خرجوهم من هنا. يظهر لي الشبهات هذه كلها معروفة شكون الحزب اللي وراها، معروفة تحوم أين، في أي مستنقع، شكون كان يحكم وقتها، شكون المسؤول عليها. مش باش نعاودوا نحكيوا فيه الموضوع، تطرقنا له معناها بالتفصيل مرارا وتكرارا. دونك لهنا الناس اللي عاملة روحها تؤمن بالديمقراطية تولت تدعو إلى حل حزب مدني عنده التأشيرة متاعه وينشط وعنده قواعده وعنده هياكله، وحزب أيضا مصنف في آخر صبر الآراء الأخرانيين مصنف من الأحزاب الأولى على ساحة سياسية. ونعرفوا رغم أنه صبر الآراء هذه تعرفوا توجهاتها وين، ونعرفوا شكون اللي يدفع لها، ونعرفوا شكون اللي يخلص فيها مقابل أنها تخرج فلان في المرتبة الأولى وفلتان في المرتبة الثانية والحزب الفلاني في المرتبة الثالثة. دونك هنا فقط للتوضيح، ماذا بينا كان الناس هذوما ما بين قوسين الخوانجية، لأنه رضوان المصمودي المكتب اللي يشغلوا والبوست اللي يشغلوا في الخارج، وشفنا ايضا الحمله اللي صارت ضده في الخارج. دونك نعرفوا الناس هذه لشكون تخدم ولفائده شكون تخدم، ونتصور ما دامهم وصلوا عملوا هالحمله ضد الحزب الدستوري الحر الا لانه اوجعهم. نتصور التقدم الرهيب والانطلاقه الصاروخيه للحزب الدستوري الحر ورئيسته الاستاذه عبير موسي ربما قلقتهم، ربما خافوا من نتائج الانتخابات فاصبحوا يدعون الى حل هذا الحزب. معناها هذه الديمقراطيه نتاعهم. شوف عبد السلام، مش نحب نعرج على المواقف، ديما احنا من طبيعتنا نحلوا المواقف سياسيا وبعيدا من كل البعض، يعني على الانتقادات اللي ما عندهاش حتى مرجعيه. في كل صبر الاراء وفي كل التلفزات اصبح هناك توجه، فما ثلاثي
يعني ثلاثة أحزاب اللي هي مهيمنة على الساحة السياسية، أحببنا أم كرهنا، يعني حركة حزب النهضة اللي هو يعني من أول الأحزاب الموجودة، الحزب الثاني هو برغم اللي هو حزب حديث العهد، هو شق من شقوق اللي صارت بعد نداء تونس، حزب يعني تحيا تونس، وبطبيعة الحال الحزب الثالث اللي هو على خطى حثيثة قاعد يتمركز في المرتبة الثالثة وينازع بطبيعة الحال على المرتبة الأولى. لهنا كل المحللين السياسيين يركزوا برشا على ثلاث أحزاب هذوما، بطبيعة الحال لي سونداج اللي صارت الموضوعية ولا سونداج متاع الصفحات اللي قاعدة تلعب في لعبة أخرى سياسية، ولا حتى صبر الآراء بطريقة اعتباطية، خاطر أحباب أم كرهنا ناس كل كي ولا تحكي بصبر الآراء، وناس كل كي ولا تستيت في الصفحات متاعها الخاصة ويعمل سونداج كالكونك، وبطبيعة الحال ناس كل كي قاعدة تحط شنو الآراء متاعهم، ولكن في كل الآراء في كل صبر الآراء خاصة نلقى الثلاثي هذا موجود على الأقل بالنسبة للحزب الحر الدستوري، في كل صبر الآراء نلقاه متواجد في المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية على الأقل. وهذا باش يحب يوجهنا الحاجة برك اللي فما أحزاب قاعدة تخدم على روحها، فما أحزاب بطبيعة الحال عندها الأقدمية في التواجد على الساحة السياسية، فما حزب جديد اللي هو نتيجة شقوق حزب القديم. الأيام هي الفاصل بطبيعة الحال، الميدان هو الفاصل، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب هو اللي باش يختار. لهنا ما نصبوش رواحنا احنا على حتى انسان، من حق الشعب وبطبيعة الحال من واجبه اللي هو ينخرط في الحملات السياسية، وينخرط خاصة في يوم الانتخاب. علاش؟ على خاطر الانسان اللي يحب يعمل بروجرام ينتخب انسان على هذاك البروجرام اللي يعمله، ومن بعد انت ما تمشيش تنتخب بتنجم تلوم حتى حد. باهي مصطفى، نتعداو بإيجاز للمواضيع اللي بعده. قيس سعيد، هل هو ظاهرة صوتية أم فرقعة إعلامية؟ هنا الناس كل تحكي على قيس سعيد وظهور قيس سعيد في الساحة السياسية وترشحه أو تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية. دونك هنا بين مؤيد ورافض لقيس سعيد، هنا فقط نذكره فما أطراف سياسية بأكملها رشحت قيس سعيد وساند الترشح اللي هو حزب حركة النهضة مثلا بدرجة أولى، وفما حتى بعض القيادات في مداخلات إذاعية قالوا كونه نجم يكون الأستاذ قيس سعيد مرشحهم في الانتخابات الرئاسية. هنا فقط فما صورة دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل قاعدة الدور، كان نفهموا التفسير متاع الصورة هذه ونلقاو رد من الأستاذ قيس سعيد، نعرفش كان جاوب ولا ما جاوبش عليها. هي صورة جمعته برئيس حزب التحرير اللي هو محظور، رئيس حزب التحرير لذاب الحاج، وهما قاعدين يشربوا في قهوة مع بعضهم ويتجاذبان أطراف الحديث. فقط لهنا للتذكير حبينا نفهموا الصورة هذه إيش معناها، شنو ترمز، شنو علاقة الأستاذ قيس سعيد برضا بالحاج اللي هو رئيس حزب التحرير اللي يدعو إلى الخلافة الراشدة في تونس، إلا يكفر بالأنظمة المدنية وبالنظام المدني، إلا يكفر بعلمنة الدولة التونسية وينتقد في علمنة الدولة التونسية، إلا الحزب هذا الذي لا يؤمن بمبادئ الجمهورية، لا يؤمن بالدولة، لا يؤمن بهيبة الدولة، وبجانبه أستاذ في القانون الدستوري اللي هو سي قيس سعيد والمترشح للانتخابات الرئاسية. فقط الصورة هذه دارت، حبينا نطرح السؤال هذا. شوف بالنسبة للأستاذ قيس سعيد، يعني حتى حد ما ينكر اللي هو قامة حقوقية وقامة قانونية كبيرة برشا، يعني حتى طلب بتاعه يأكدوا الكلام هذا، ولكن في التيوري أستاذ يعني عنده القامة بتاعه وعنده شخصيته وعنده تاريخه، ولكن في الميدان السياسة حاجة أخرى. بطبيعة الحال احنا كنشوفوا تاريخ تونس وخاصة تاريخ الأحزاب السياسية، ما شفنا حتى شخصية مستقلة نجمت تنتزع الرئاسة لحد الآن، يعني من 56 حتى 2014 كل شخصيات مستقلة. في أول الأمر كانت مستقلة، ولكن مفروض عليها من بعد على الأقل سياسيين تنضم وراء حزب اللي هو باش نجم يدعمها لوجستيا وماليا، وخاصة باش يدعم اللي عنده المادة الإعلامية متاعه وعنده ليزاديرون اللي باش نجموا ينتخبوه. لحد الآن ما بين الترشح أو عدم الترشح ولا حزب النهضة وراء قيس سعيد أو وراء الشاهد، حتى شفنا احنا لهنا في نفس الوقت حزب النهضة يؤيد ترشح الشاهد على حزب النهضة، وبطبيعة الحال يعني فما أطراف تابعة يوسف الشاهد قالت لنا نحن إذا ترشح الشاهد فلن يكون وراء حزب النهضة، ولكن ستكون وراءه كان تحيا تونس فقط.
بالنسبه للقيس سعيد شنو البرنامج اللي تنجم يغير به الواجهه السياسيه والبرامج ما نعرفش صحيحه ولا المعلومه اللي نقولها لهنا بتحفظ اللي هو ضد الميراث صفحات فيسبوكيه واعلن قيس سعيد في عدد مرات اللي هو ما عندوش صفحات فيسبوكيه ما عندوش حتى علاقه بالفيسبوك ما عندوش حتى صفحه فيسبوكيه دونك حتى الشتيمه اللي صارت ما بين سمير الوافي وما بين قيس سعيد راهي فبركه اعلاميه فيسبوكيه لا غير ولهنا الاجابه على ظاهره صوتيه او فرقه عالميه لهنا للاسف اي مستقل ولا اي انسان يحب يترشح للرئاسيه الاعلام يضخم في صورته ويضخم في صوته لحد اللي نوصل حد النشاز اللي الشعب بطبيعه الحال يكرهه واذا تحب تحرق انسان باش تجيبه كل نهار الاعلام وبعدها يمشي يعني كسيلان الى جانب انه كل نهار في الاعلام ايضا مصطفى كما قلت لك المداخلات نتاع قيادي حركه النهضه كونه نجم يكون مرشح رسمي نتاعهم في الانتخابات الرئاسيه هذا كيف كيف عنده دور كبير في حرق نوعا ما اعلاميا حرق الشخصيه هذه اللي ترشحت للانتخابات الرئاسيه باش نخدموا الجزء نتاع الاكتوال نذكروا بالاخر سونداج لانسيتو صفحتنا منذ 6 ايام هو شكون تخير ما بين عبير موسي ومحسن مرزوق دونك عدد المشتركين في السونداج هذا مش كيما سيغما كونساي 1000 مشارك ومشاركه عندنا ما يفوق 8000 مشارك ومشاركه ونتيجه السونداج كالاتي 83% مشاو في عبير موسي مقابل 17% مشاو في محسن مرزوق فقط للتوضيح راهو العدد عنده دور كبير العدد نتاع المشاركين في سبر الاراء يفوق 8000 يعني عينة كبرى شريحة هامة من المجتمع التونسي أدلات بصوتها وهذه هي النتيجة به شنو عنا آخر مصطفى القيروان والمولد النبوي الشريف تزامن الانتخابات مع المولد فما رفض للقرار هذايا أكيد من هنا الهيئة العليا للانتخابات شنو قالت لهنا نذكر يعني الانتخابات الرئاسية تزامن مع المولد النبوي الشريف وكنا نعرفه اللي مدينة القيروان تحضر روحها ككل عام تحضير يعني خاص جدا هي احببنا ام كرهنا هي انتعاشه اقتصاديه قصوى كان انت اهل القيروان في النهار هذاك تحرمهم وتخليهم يمشيوا يعني يمشيوا ينتخبوا ما يتلهاوش بالاحتفال هذا نعرفوا اللي مدينه القيروان تحضر روحها خاصه الاسبوع الاخير اموال طائله باش تدخل مدينه القيروان اذا انت في النهار هذاك حرمتها هنا تسائل كبير الهيئه العليا للمستقله للانتخابات وضعت نفسها في حرج كبير وخاصة إشكالية لهنا إشكالية لوجستية وفي التوقيت علاش ما فكرتش اسكو هي خمت للمولد في النهار هذاك ولا هذه هي الإشكالية الأولى الإشكالية الثانية فما رفض قطعي لأهالي القيروان وخاصة اللي هما دعاوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش توخر الانتخابات الرئاسية على الأقل لمدة 3 أيام الخاطر باش يروحوا الزوار باش نجم العباد تمشي يعني بأريحية تمشي تنتخب مثلا إنسان من جندوبة ولا من تونس ولا من صفاقس باش يمشي ينتخب في صفاقس يعمل نهارين تراجي القروان بعد عاود يرجع مستحيل جدا لهنا لماذا لم تفكر الهيئة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الكو هي عندها البلانينغ نتاع العام كامل عندها الأعياد الدينية عندها الأعياد الميلادية هنا تساؤل فما يعني جديه في تحضير الانتخابات ام لا؟ في نفس الاطار الهيئه العليا للانتخابات سمعت شيفر بكري ما سيصرف على انتخابات 2019 الشيفر يفوق ال 100 مليار هل نحن الان كحاله اقتصاديه للدوله التونسيه رثة اللي تعيش فيها توا قادرين باش نمولوا الانتخابات ب 100 مليار علاش 100 مليار؟ معناها شنو التكلفه هذه الباهظه كلها؟ نذكروا كونه في انتخابات 2011 الدولة ما تكفلتش بحتى فرنك الانتخابات تكفل بها الاتحاد الأوروبي في 2011 دونك ما الدولة ما دفعت حتى مليم للانتخابات لا تكلفة على حد شيء دونك توا عندنا فوق ال 100 مليار تكلفة متاع الانتخابات هذه إن شاء الله على الأقل اللي مازالوا ما اشتركوش وما قيدوش في الانتخابات يقيدوا من توا ويتحملوا واجبهم الوطني لأنها واجب وطني ومقدس أيضا يشوفوا في البلاد وحالتها كيفنية توا يلزم المواطن يكون عنده دور كبير في تغيير المشهد السياسي وفي تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في تونس فقط هكا نكون وصلنا لختام هذا الجزء الأول نرجع بعد الفاصل مع ضيفنا اللول سي بوراوي ركبان نرجع ونرحب بكل من التحق بنا في هذا البث ونرحب بضيفي سي بوراوي ركباني مرحبا بك سي بوراوي رئيس جمعية إبداع للمسرح والفنون مرحبا عايش بارك الله فيكم
شكرا شكرا على الاستضافه، يعطيكم الف صحه. يعني هذه نستهلوا بها روبريك كولتور اليوم، باش يكون عندنا جزء ثاني ايضا مع مدير المركب الثقافي مع بعض العصاميات في اطار انطلاق ملتقى العصاميات، ملتقى وطني معروف تنزيدوا نحكيوا عليه. دونك سي بوراوي، كان تعرف لنا صعب الجمعيه نتاعك للناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا توا، الجمعيه شنو الاهداف نتاعها، شنو نوعيه الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها، فماش انشطه وطنيه، فماش انشطه خارج الوطن ايضا، شاركتوش في حاجه جملاج مع جمعيات اخرى اجنبيه؟ كالعاده نقول لك ديما بارك الله فيك، احنا جمعيه ابداع للمسرح والفنون بالمونستير، هي جمعيه تعتبر مولود جديد في الجهه لاثراء المشهد الثقافي في المدينه وفي التراب التونسي ككل. جمعيه تاسست في مارس 2018، وبعد التاسيس نتاعها ركزنا على التاطير والتكوين، كونا ورشه للتكوين المسرحي تحت اشراف مختصين في المجال المسرحي، وكان عندنا العديد من النجوم اللي حضروا معنا واللي واكبونا واللي عملوا ورشات تكوين، وعندنا استاذ هذا مختص هو اللي يباشر في الحصه هذه، وعندنا الزبده، كونا زبده من المجموعه هذه، وعملنا بهم عمل مسرحي ممتاز، جائزة حسن، وشاركنا في المهرجان الدولي بالمونستير، وفي عديد من العروض، ومؤخرا حصلنا زاد على جائزة العمل المتكامل، ومش بالساهل باش تاخذ جائزة العمل المتكامل الا لما تكون انت بالحق متكامل. هذه في مهرجان الوطني للمسرح والفنون بقلعة الأندلس دورته 18، خذيتوا جائزة؟ جائزة العمل المتكامل. باهي، معناها جائزة محترمة محترمة. وهل تم التخطيط للنشاط هذا؟ هل إيزون مي أون فالور الجائزة هذه؟ لأنه مش سي با دوني، معناها مش أي حد ينجم يتحصل عليها، ومش أي جمعية إلا ما يكون كما اسمها قال عمل متكامل، معناها صحيح صحيح. احنا كيما قلنا من بكري، جائزة العمل المتكامل تحب توصل لها اول حاجه لازمك تكون تاثر وتكون بالباهي بالباهي. احنا خذينا نخبه شبابيه واطفال وعملنا لهم ورشه تكوين مسرحي، وقعدنا نوكبوا فيهم ديما نوكبوهم، وستاجات وطربوسات مفتوحه، واتصلنا بالعديد من الممثلين وكانوا موجودين معنا، واثرنا وكوننا، ثم حطيناهم في عمل محترم، وكانت النتيجه معناها كي توقف وكي تاثر راهو باش تلقى النتيجه. ثمره العمل الدؤوب نتاعكم، العمل المستمر. باهي، الجمعيه من وقتاش تاسست سي بوراوي؟ مارس 2018 حديثه التاسيس جديده. باهي، هل هنالك تجاوب مع سلطه الاشراف اللي هي المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه من 2018 لتو؟ والله سي بيان، ما عندناش حتى اي اشكال، الوعود ديما موجوده، ديما قائمه الذات، احنا ديما نستناو في التنفيذ فقط، احنا موجودين على الساحه، نخدموا في خدمه مزيانه، نقدموا في اعمال حلوه، موجودين بامتياز، مدينا يدينا للكل، رحنا نحبوا نخدموا نحبوا نعملوا، لقينا وعود ما لقيناش صد، مي الوعود نحبوها على ارض الواقع فقط. هنا يظهر لي المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ما فماش جمعيه تقدمت لها بمطلب دعم او دعم نشاط ولا حاجه وما تجاوبتش معاها، نورمالمون المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه تستجيب لهذه الجمعيات، خاصه انه عندنا مشكل في الجمعيات نتاع المسرح قله، مش موجودين بكثره يعني على مستوى الجهه ولا حتى على مستوى وطني، يمكن زوز ثلاثه جمعيات في جهه المنستير مثلا، جمعيات مسرحيه تعنى بالمسرح. ما نمشيش معك في الفكره هذه، بالعكس جمعيات المسرح تولت موجوده وفما معناها اقبال كبير على المسرح. جمعيات المستير تقريبا عندنا توجي سته الجمعيات الموجوده على الساحه والناشطه، ولا نسمعوا بالانشطه نتاعها يمكن جمعيه اثنين. صحيح صحيح، لكن نقولوا هذا نتسائلوا على شاني مثلا تو في المستير، بخلاف المهرجان الدولي في المستير ما عرفتش نعرف في تونس، عرفت في سريانا، قال لي مؤخرا كنت في قلعه الاندلس، هذه مشكله. بعدها قبل قلعه الاندلس كنت في كسرى. طريقة النشاط أو طريقة التعامل مع الجمعيات هذه، كيفاش أنت باش تستقطب الجمعيات هذه ثقافيا وتردها تخدم وتشع للثقافة في جهتك، هذيك اللي ناقصنا التجربة هذيك. احنا عندنا الموروث وعندنا، لكن يبقى ديما فما هاك العقلية نتاع، سامحني في عبارة ينجم تكون قاسية طري، في هاك اللوبيات الموجودة في السياسة، راهي موجودة في كل شيء حتى في الثقافة. الثقافة فما حكر على بعض وجوه، كان تظهر انت معاهم تاكل العصا واضح، احنا هنا نجنحوا لبرا الساعه دونك هنا هو المفروض سي بوراوي الانشطه، الاشعاع نتاع الانشطه ونتاع الجمعيات يبدا من المحلي، معناه بالتالي
تبدع في المحلي وتنجح في المحلي بالتالي تجي الفرص البنات. ثم بديتوا بالعكس قلبتوا الآية به هنا ربما طريقة للفت نظر سلطات الإشراف، واني متأكد كون المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في المنستير على الأقل حاليا نتصورها تستجيب لدعوات الجمعيات هذه، خاصة الجمعيات الجديدة ولا تعنى بالمسرح، لأنه كما قلت شأن المسرحي باقي ناقص ما عندوش دعم في تونس. صحيح تو فما أنتري كبير للمسرح، الشباب قاعد يمشي للمسرح، قاعد يمارس في المسرح، يحب يتعلم، يحب يتفرج، يحب يشوف، إلا أنه كما قلت لك الدعم، وكما قلت أنت تأكيدا لكلامك الدعم ماهوش سورتي راه ماهوش موجود، الوعود موجودة بالطبيعة، لأنه وقتها المسؤولين لا باش يعطيو وعود لا باش يعطيو دعم، وقتها يولي ياسر شوية معناها. خويا أرسلان شنو نقول لك؟ والله كلامك الكل صحيح، لكن كل واحد طريقته في العمل، واللي لاحظته حاليا اللي تو السيد المندوب الجهوي الشؤون الثقافية قاعد يخدم وقاعد يباشر وقاعد يمشي وقاعد يرى بعينيه، إن شاء الله يفيق وإن شاء الله يزيد توا ما لنا منه حتى شيء، الوعود موجودة، الابتسامة موجودة، الأمل موجود، الطموح موجود، احنا جمعيتنا مثلا كان جات الدنيا نكونوا مبشرين، علاش؟ احنا جمعية غير تجارية، راهو المسرح تجارة، بيت نون لوكراتيف، احنا جمعيتنا عندنا 80 متكون من 5 سنوات إلى ما فوق 30 سنة، رحنا نأطروا، رحنا نصرفوا في فلوس، قاعدين نحطوا في فلوس للتكوين والتقدير، مش نعمل في التجارة، قلعة دجدوجة هذه من مش مطر، الصعيب باش تلقاها في تونس مسرحية كيف، علاش؟ فيها 27 ممثل، من 25 سنة من 25 حتى 5 سنوات، شكون اللي نجم يخدم بالكونتيتي؟ هذيك كيف نخرج عند ديبلاسمون نكري كار ب 50 بلاصة. علاش؟ 27 ومع 3 تقنيين وخمسة مسؤولين ونهز لي بارون معاه. هذه الوالي كالك سوا أم ولا أبو ترى بنتها ولا ولدها شنو يلزمني 5 سنين؟ إيش معناتها؟ إيجا يا أم بطلع معاه، إيجا يا أبوه كون موجود معاه، معناها نعملوها في شكل رحلة. العروض نتاعنا ديما من قبل راه حتى كي كنت في جمعيتي السابقة كنت نخدم أعمال مسرحية ركحية، أعمال مسرحية ركحية بعدد كبير من الممثلين، ما نخدمش هذيك كما يخدموا الجل نسبة 90% أو 99% 3 ممثلين، علاش؟ هي عقلية وصبغة تجارية، احنا نخدموا ثقافة للثقافة، ثقافة للتكوين، نصنعوا في جيل. عندي في الورشة كما قلت لك 80 متكون. واضح. به هنا لفت نظر لسلطة الإشراف ولمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، أكد لك كونه باش يكون فما تجاوب مع الجمعية هذه، وهذا يلمسناه كل جمعية حضرت معنا تقريبا ووصل للمندوبية الجهوية والسيد المندوب الجهوي إلا وتفاعل معها إيجابيا، أكد لك كونه أي دعم باش تطلبوه باش تاخذوه من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وكما قلت لك المسرح والشأن المسرحي في المنستير خاصة تقدم أشواط كبيرة جدا في الآونة الأخيرة وفي السنتين الأخرين تقريبا، يعني عديد الأنشطة، عديد الاهتمام كبير بالمسرح وبالشأن المسرحي من الأولياء ومن جميع الفئات العمرية، راهو من الصغير للشاب للكهل للرجال الكبار، كيف كيف ناس كل تحضر وناس كل تشوف. مصطفى خليك يعطيك الصحة عسلام، فرحان برشا اللي نكتشف مواهب خاصة اللي يميز الجمعية هذه بالرغم اللي هي جمعية فتية يعني مارس 2018، التكوين هو الأساس متاع الجمعية هذه، يعني الفماش لهنا حكر تجاري كما نعرفه، أكثرية المسرحيين في تونس يخدم شوية في نطاق المجموعات ولكن يحب هو يبرز روحه، والتلفزة وراتنا برشا ديوان منشو خاصة في العشر سنين الأخرانين، لكن سمحني في الكلمة بعد من لامين نهدي ما شفناش يعني ركائز مسرحية، نحكي عن اللون متاع ديوان منشو اللي هو ينجم يشدك أكثر من ساعة أو ساعتين، شفنا برشا قطاع مسرحية مقابرة أو مقارنة من القطاع الموسيقية، فما إبداع ولكن نخدم أكثر سيست بورقيبة خوضوا طالب، يعني خوضوا طالب، يعني الجمعية هي اللي هي يزمها تفتح الأبواب مع المندوبية، هي اللي تعطي المشاريع، هي اللي تعطي مقترحات وتقف قدام الباب حتى تأخذ الحق متاحها، مش نستنى ونحن المندوب حتى باش يقول لك إيجا أنت ومرحبا بيك، يعني الأشياء تعمل بالعكس ليس بالمنطقة الأول. التكوين الصحيح الطفل الصغير اللي يتكون من عمره 5 سنين باش يكتسب موهبة باش يتبدل الشخصية متاعه باش يولي الشخصية منفتح أكثر على الثقافة، منفتح أكثر على المحيط اللي داير به، الطفل يولي شاب متكون شاب راسين ما تأثرش فيه العوامل السياسية والاقتصادية اللي احنا من 2011 قاعدين نشوفوا فيها، بطبيعة الحال من نجمه كان ندعمه الجمعيات هذوما، من نجمه كان ندعمه المراكز متاع التكوين، عندنا قامات كبيرة برشا، هنا تحية سي محمد إدريس اللي هو قام من قامات
المسرح التونسي اللي للأسف لغايات سياسية بحتة وقع طمس اسمه بعد 2011. خلينا نقوله هذه، والناس كل تعرف اللي محمد إدريس عنده أباع وذراع في المسرح التونسي، لكن بعد 2011 الناس كل لا رجوتي بعد 2011 ربما مصطفى، لأنه الدولة لم تستثمر في الثقافة، بالعكس استثمرت في أمور أخرى، تسفير الشباب البؤر التوتر، والفلوس والميزانيات نتاع الدولة مشيت لبلايس أخرى، دونك عادي باش يكون كما هكا إقصاء للشأن الثقافي ولقامات ثقافية وقامات مسرحية. دونك متوقع بعد 2011 الدولة أخذت منحة آخر، ما عادش تهمها الثقافة، بالعكس تهمها أمور أخرى. سؤالي أخي، يعني نكمل بالسؤال هذا، شكون أعضاء الهيئة المديرة؟ خطر نتصور اللي النجاح هذا نتصور اللي وراه أعضاء برشا وخاصة الأولياء، سمعت اللي الأولياء هما اللي شاركوا ويخرجوا في، يعني في خاصة للدعم المعنوي للأطفال، خطر 5 سنين شوية في العمر اللي هو باش نجم يواجه خاصة الاسبكتاتور والمثقف التونسي، وخاصة في المسرح راه التونسي صعيب في المسرح، نجم يقبل لك مسرحية بصدر رحب ونجم في المسرحية اللي بعدها رغم هي نفس المسرحية نجم يرفضها الطفل الصغير. يعني سؤالين، هو في سؤال كيفاش حضرتوه نفسانيا باش يواجه كل الجمهور العريض، وثاني حاجة شكر لكل الآباء ولكل الهيئة المديرة اللي شكونهم هم بطبيعة الحال. بربي قبل ما نمر على سؤالك نحب نوضح لك حاجة، اللي بخلاف محمد إدريس اللي هو برسك انتثاره كان ممنهج ومدروس يعني يقصوه اقصاقتان، فما الفنان العظيم عبد القادر مقداد، مؤخرا اتصلت الأخت لطيفة القفسي وباش تجي بحول الله هي باش تعمل زاد ورش تكوين لنا في جمعيتنا، حكيت لها عبد القادر كيش حواله وخاطر نعرفه لسنوات وكنت تمشي القفصة وكل شيء، والله قالت لي كلام ما يسرش، الرجل برسك اعتكف في بيته ورفض الثقافة، قالت معناها موجوعة على اليسار وشو اللي تعرض له بعد الثورة والإقصاء التام، معناها القدح والضرب في شخصه، في معناها تهانهم الفنانين، تهانوا بالباهي. بون نقطة نحب نسكرها، الجمعية متاعنا جمعية إبداع للمسرح والفنون بالمنستير، الرئيس نتاعها العبد الماثل أمام عدالتكم مرحبا بيك براو عايش معايا في الهيئة سي جمال الدين الحداد كنائب رئيس معروف سي جمال إطار سامي في البلاد هذه، معنا سي نبيل ميلاد مندوب الطفولة هذا معنا سي رفيق معطوق، معنا الدكتور كمال برقاوي كأمين مال، فما الأستاذ أيمن تريمش، عنا اسماء كبرى هذه كلهم اطارات وكلهم ناس معقولاتها وناس معناها حكماء، عندنا لجنه، عندنا ان شاء الله يسامحوني عن الماتر زاد انور الرجاشي موجود معنا، سي الحبيب سليميه موجود معنا، سي امير الرجاشي لو موجود هنا قاعد يزورني مرحبا بك مكلينات اللموثه نتاعو، عندنا الاخت ساميه الشيني ان شاء الله ما نسيتش شكون اخر معنا، العمر نتاعها محمود هذا الشباب، هذا الفئة الشبابية التوسي أمير، خذينا طلبة اثنين من الشباب طلبة ليمثلوا الفئة الشبابية، هو تقني زادا في اليقر يقرأ سينما في تونس وتقني معنا في الجمعية ولد الميدان، ولد الميدان محترف، هو صحيح احنا هو صحيح جمعية هاوية لكن يخدموا فيها بعقلية احترافية وحرفة كبيرة برشا. لا الجوائز اللي خدتوها مش نتاع هوات سامحني، معناها نتاع فما ترافاي ديكيب نتاع فما خدمة صحيحة نتاع هو اللغز، شنو اللغز كونه يد واحدة، احنا كنا يد واحدة كحنا كلنا جسد واحد روح واحدة، كنا نتلموا احنا كنتحضروا حتى في البروفة بتاعنا في تماريننا في كل حنا حتى احنا ان شاء الله استدعونا نحضروا بحذاكم تعمل جو تعمل كيف استدعونا نحضروا بحذاكم نعملوا حتى عيد ميلاد في البروفة، توقف البروفة عنا عيد ميلاد توب ناس كل توقف عليزي عايزة سنة حلوة يا جميل ونحتفل، واضح هذا هو المطلوب الأجواء، هذا هو المطلوب سي براوي، لترغيب على الأقل ترغيب الناشئة الجديدة على شأن ثقافي، على ثقافة اللي هي بالحق أصبحت بعد 2011 منبوذة، توا نشوفوا في رجعة ثقافية، نشوفوا في هبة ثقافية من طرف الشباب ومن طرف الأولياء، لأنه أمنوا كونه ما نجموا نحاربوا التطرف اللي قاعدين نعيشوا فيه وما نجموا نحاربوا الفساد اللي قاعدين نعيشوا فيه، كان في ثقافة معناها استراتيجيك، ثقافة متاع ديسنتراليزاسيون متاع لا مركزية، وهذا التمشي متاع سيد وزير الثقافة، الخروج من الثقافة من المغلق إلى المفتوح، وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه في مختلف الجهات حتى في المنستير، عديد الأنشطة على الساحة، اهتمام كبير بالشأن الثقافي، حضور كبير أيضا في مختلف الأنشطة الثقافية سواء مسرحية أو غيره، لأنه مثلا ملتقى العصاميات
حضور تبارك الله معناها في كل عام الموسيقى الاندلسيه كيف كيف الانشطه المسرحيه كيف كيف ويعطيكم الصحه انتم قاعدين تبذلوا في مجهود كبير برشا ان شاء الله كما قلت نعاود نذكروا لفته من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه لهالجمعيه الفتيه هذه جمعيه تستحق كل الدعم الناس قاعده تخدم بينيفولا معناها قاعدين يخدموا متطوعين يصرفوا من جيبهم هذا هو المطلوب يعطيكم الصحه فقط كلمه الختام شنو تحب تتوجه ربي قبل قدم الختام حبنا ناس نحب نسألك سؤال وإجابة صريحة إيش رأيكم في المراكز الخاصة للمسرح اللي تولت كثيرة برشا في تونس يعني أي أستاذ مسرحي يكون مراكز خاصة لتأطير وتكوين الأطفال هي بدعة جديدة بدعة وسنة حميدة ولا أنت ضد يعني المراكز الخاصة هذه بكل صراحة هو سؤالك سؤال وجيه وبياج ومنداف سؤال بريء وراه كله ما بريء مي اني نمتاز بحاجه كونو كلمتي يقولها حق اني نقول كلمتي هذه مره قلت كلمه قعدت اربع شهور في طالع هابط المحاكم نبح المحاكم جمله واحده قلت كلمه حقيقه راي وحقيقه وموجود وعندي دليل وهو عندك المراكز الفنون الدراميه هذه الخواص هذه راهي بنسبه 90% ديما ولا اكثر من 90% راهي تجاره راهي الناس التاجر فقط ماهيش للتقطير هذه باش تاخذ الفلوس باش تاخذ فلوس فقط انت تو استاذ مثلا نتاع مسرح يعمل يمشي يقري في ليسي ومن عنده الاكاديمي نتاعو تاو دوبل فونكسيون انت موظف عند الدوله وتخلص من عند الدوله وزيد تعمل عامل تابع وزاره تخدم تخلص عن طريق وزاره التربيه تعمل هوايتك وتخلص عن طريق وزاره الثقافه ومنها تحل أكاديمية وتخلص من جيب المواطن ديركت تعمل عمل تطوع يا أخي بوقت تعمل عمل زيادة تعمل عمل لأتت سيبنا من السؤال هذا واضح لك الإجابة على واضح أكثرش من هيك سيبوراوي ما أكثرش حصلتني سيب لا ما حصلتش من هيك وش هي الموقف شنو يا أخي سبحان الله واحد يخدم ويخلص على الدولة معناها عن طريق الدولة ويخلص من وزارته ويزيد يعمل أنشطة ثقافية وياخذ دعم منه ومن بعد يزيد يحل نوادي خاصة وياخذ من جيب المواطن ومن جيب الأولياء هنا لفتة الهيئة متاع سي شوقي طبيب اللي قاعدة تكافح في الفساد ليلا نهارا ويوم الأحد بوا هكا وصلنا للختام هذا الجزء سي بوراوي يعطيك الصحة شكرا على حضورك اليوم يعطيك الصحة بارك الله فيكم نحب نشكر سادة السيد المندوب الجهوي للثقافة والله على رحابة صدره كل القضية نمشي له ونزيد نمشي له ونقول كنت خايف بالك شي صدره لقيت رحابة صدره بارك الله فيه نشكر الهيئة المديرة اللي تخدم معايا واللي بارون الأولياء اللي تعبين خاصة في العطلة هذه تعبتهم كل مرة نهز مجموعة منهم عرض عملناه في مدينة كسرة في جبل في أعلى نقطة في تونس وكل لما طالعين هكا ومع ولاداتهم ويدخلوا الكواليس يبدلولهم شو يعمل كيف تحية شكر وإجلال وتكبير للأولياء اللي ضحت معنا واللي ساهمت حتى بمعلوم كراء الحافلة على فكرة ميزانيتنا محدودة 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 على الأخر راهو نصرفوا من جيبنا ومن جيب اللي بارون نتعملوا كلاكت يا جماعة باش ناخذوا عنا مسرحية في المكان هذاك ايش قولكم نمشي ونعملوا كولاكت الناس قلت نحط حط حط نحطوا فلسات نمشي ونكريوا الحافلة عن طريق الاستياس انتم سامحني سي بوراوي ما طلبتوش دعم من سلطة الإشراف ظهر لي دعم كتابي ما طلبتوش خاطر كان طلبتوا نورمال مون المندوبية الجهوية تخص لكم تدعمكم الدعم الوحيد اللي نطلبه من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى راسها السيد المندوب ونقول له خليونا نعرفوا خلي ولادنا يقدموا الابداع نتاعهم شكون شدك سي بوراوي وراحنا لازم باعاز من المندوبيه مش احنا اللي شدنا طلب منكم انتم بدرجه اولى طلبنا وحتى ما الموجودين في قائمه الوزاره كعروض مدعومه موجودين وعندنا نصيب مزيان للوزاره مي نحبوا نعرض في ولايتنا باش نعطيو درس نقولوا راهو هكا الصغيرات هذوك ما تراهم في عندي صغير في التحضيري عندي ثلاثه صغيرات في التحضيري يمثلوا ويقفوا على الركح ويواجهوا في مهرجان الرباط الدولي يواجهوا 3000 متفرج راهو 5 سنين يواجه بيبليك بطريقه هذيك والتصفيق وما عندوش رهبه عنده قوه شخصيه متكون عنده بريزونطاسيون سير سان حاجه كبيره برشا كيفو كي يعترف راهو مش ما تلقاهاش وين يجي راهو واضح وصلت رساله سي بوراوي شكرا على حضورك معنا اليوم هكا نكون وصلنا لختام هذا الجزء الثقافي نرجعوا في جزء ثقافي جديد مع مدير المركب الثقافي بالمنستير ضيفنا في الحصة الفارتة سي فهد بن حمودة ونحكيه على ملتقى الوطني للعصاميات والملتقى الثقافي الحدث في المنستير هذه الأيام نرجع بعد الفاصل
نرجع ونرحب بكل من التحق بنا في هذا المبث. حلقة اليوم ثقافية بامتياز، جزء ثقافي أول مع جمعية مسرحية. أيضا نستقبل صديقنا أخونا سيفهد بن حمودة، مدير المراكب الثقافي بالمنستير. المراكب الثقافي بالمنستير سيفهد يصنع في الحدث وراء الحدث، نشاط وراء نشاط. بارك الله عليكم، معناه ما تعبتوش؟ نفس طويل. لا معناها الحق تساؤل، معناها ما تعبتوش؟ معناها حتى فيزيك ما تعبتوش؟ ما تعبناش، فرحانين لانه كي نلقاو انه المجتمع المدني يتفاعل وراضي على العمل اللي نقدموا فيه، هذا دافع باش نقدموا اكثر. يعطيكم صحة. الملتقى ملتقى العصاميات نعرف الجهد اللي يبذل فيه، وكبت لسنوات الملتقى هذا وحضرت فيه لسنوات. أكيد في الكواليس فما مجهود كبير جدا، أكثر من المجهود اللي قاعدين نشوفوا فيه كي نواكبوا الملتقى وأيام الملتقى. يعطيكم الصحة بالحق، معناها نشاط وراء نشاط. كنت في فترة أيضا نتاع عطلة وخدمت أنشطة ثقافية، العطلة اللي قبلها كيف كيف. المراكب الثقافي ديما قدامه ناس، ديما قدامه خيام، ديما قدامه أنشطة. تبارك الله عليكم بالحق، معناها هذا هو المطلوب في خاصة في جهة المنستير، لا تسخر بالكفاءات الثقافية كما كان يحكي سيبوراوي بكري، كفاءات في المسرح أيضا، في الموسيقى، في جل الميادين الثقافية. يعطيكم الصحة بالحق، يعطيكم الصحة. هذه كلمة حق تقال وليس برمي ورود، معناها بالحق يعطيكم الصحة. لا يعطيك الصحة أستاذ. ما نحب نذكر أنه فما خلية نحل كبيرة اللي قاعدة تخدم الليل النهار باش نجموا أنه نقدموا العمل اللي قاعدين نقوموا به. والأكيد من غير توجيهات سيد المندوب الجهوي لشؤون الثقافي بالمنستير ما كناش نجمو نوصلوا للحجم هذا من البرمجة الثقافية اللي قاعدين نقدموا فيها لكل اللي تابعوا العمل الثقافي بالمنستير، لكل أيضا الفئات العمرية، لأنه هدفنا أنه نحبوا المؤسسة الثقافية بالمنستير تكون بيت لكل طفل، لكل شاب، لكل ايضا ولي نحبوه بحذانا. هكا علاش احنا وجبنا انه تكون فما تنوع في ما نقدمه في المركب الثقافي. ايضا نفتحوا المجال لشبابنا باش يقدم المواهب نتاعو والامكانيات والطاقات اللي موجوده وكامنه فيه. واليوم احنا قاعدين تعطيو في درس انتم اليوم، مش مثال برك. نرحب ايضا بضيفاتي، مرحبا بكم مدام فاطمه العبيدي من العراق، مرحبا. ايضا تيماني هكا من تايوان، ايضا تايوان مشاركه في الملتقى. انشانتي، تري غافي دو فوار مدام، تري غافي اتر لا. Donc on va parler de cette action par la suite. مرحبا ايضا من تونس اختنا سهاء العنتيد، مرحبا بك. ايضا عصاميه، باه نحكيو على ملتقى العصاميات. شنو حضرتوا انتم للملتقى هذايا؟ شنو هي حظوظكم؟ عرفونا اكثر بانفسكم، وين تنشطوا، في اي اطار، الافكار منين تجيكم، اللوحات نتاعكم منين تستلهموا الافكار هذيا، كيفاش تخدموا؟ نبدا بك سهاء. عسلامة ساعة، أنا سهيل عنتيد من تونس، عمري 22 سنة، نقرأ في المستير سنة رابعة طب أسنان. زميلتي معناها، مرحبا. عايشة. نقرأ سنة رابعة طب أسنان وعصامية، ننشط في نادي الفنون التشكيلية بالمراكب الثقافي عند سي علي دبيبي، ونشكره خاطر هو اللي شجعني باش نشارك في الملتقى هذا. و رد بالك راهو كاتريام اني دونتير صعيبة مش سهلة. باهي، يعطيك الصحة ومرحبا بك مرة أخرى، وإن شاء الله حظ سعيد. يعني شاركت بلوحة أنت سنة هكا؟ شاركت بلوحة، وهذه أول مرة نشارك، وأول مرة نشارك في العصاميات، وأول مرة نشارك معناها في معرض في أي نشاط. إن شاء الله حظ موفقة. وكل دونتيست فنانين راهم، هما مش كان أطباء. باهي، مدام فاطمة العبيدي نرجع معاك من العراق. تحية لكل إخوتنا في العراق الشقيق، في بلاد الرافدين، وكان احترام شخصي وتقدير شخصي لكل أهلنا في العراق. وسبق واستضفنا ضيوف من العراق، الشاعر القدير والروائي الكبير حميد المختار، الأستاذ حميد المختار، هو منارة فكر ومنارة في الشعر العربي المنظوم والشعر الحر. مرحبا بك ومرحبا بكافة أهلنا بالعراق. شكرا جزيلا، سلام وتحية كبيرة من كل أهل العراق لكل أهلنا في تونس، تونس الخضراء، تونس الفن والجمال والكرم والأصالة والسخاء وكل الصفات
الصفات الجميلة تتوفر في مدينة في دولتنا الثانية تونس الخضراء. يعيشك وتحية من خلالك لكافة أهلنا في العراق. شاركت سناك العادة في أنت أول ساعة ملتقات شاركت فيه؟ هذه خامس مرة أشارك خامس دورة في خامس مرة دورة أشارك في في بنستلف العصاميات وحصلت على اللمس الميدالية الذهبية للمس العصامية المرتبة الرابعة وسعيدة بمشاركتي في هذه المهرجان لأن مهرجان رائع جدا يضم كثير من النساء المبدعات من كل في كل المجالات إن كانت طبيبة محامية قاضية ربة بيت مهندسة دكتورة في كل المجالات وفي هذا فشيء جميل رائع جدا يدعم المرأة العربية والتونسية في آن واحد. يعطيكم الصحة. سنين اللوحة متاعك فيش تتمثل؟ تمثل عنوان اللوحة كان الحالم الحالم بالمستقبل باهر الحالم بجمال المستقبل الحالم بأمور الجيدة لكل البلدان نفس الحالة الحالم لبلدي العراق ولكل البلدان العربية هذا عنوان لوحتي هذه في هذه المشاركة. أما اللوحات السابقة كانت أبستراكت يعني تجريدية بحثة 100% أما هذه المرة مختلفة شوية يعني به ان شاء الله بالتوفيق في الدوره هذه واحنا في حاجه الى الحلم والى الامل والى أكيد الموجات الايجابيه بعد ما عشناه في الفتره الاخيره العمل في نفس الوقت يعني انطلاقا من قول بابلو بيكاسو بيقول العمل هو المفتاح الاساسي لكل نجاح فعلينا بالعمل لكي ننتج نقدم ويكون المستقبل بلادنا وكل البلدان العربيه باهره وكما كانت في ترجع الاوج عظمتها ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا على المداخله تيمان Enchanté, Timani, encore une fois, Marhaba Bik, enchanté. Enchanté, donc vous êtes la femme d'un Tunisien, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc oui. vous maîtrisez un tout petit peu la langue arabe ou le dialecte tunisien, non? Surtout le dialecte tunisien, oui. D'accord. Aslema. Vous Aslema, Mara. Alors, votre participation cette année donc, consiste en quoi? Le tableau, pouvez-vous nous donner une idée à propos du tableau? Mon tableau s'appelle Transparence. C'est-à-dire transparence sur la femme ou bien, comment on dit, c'est la fierté. En plus, sur le tableau, il y a une femme avec la forêt. Pour nous, en Asie, c'est-à-dire la forêt, c'est quoi? C'est commencement entrée. Dans le temple, d'accord. On peut dans la forêt, on peut dans le temple, on peut méditer ou des aventures, faire la, à faire la prière, beaucoup de choses et tout. C'est pourquoi toujours la forêt, bien d'eau, bien beaucoup de choses. D'accord. Oui, oui. Donc, je vous espère bonne chance. Oui, merci beaucoup. Dans cette et version. Je suis très heureuse d'être là aussi. Merci, merci. Si Fahd, نرجع لك ما شاء الله يعني دول مختلفة من العراق من تايوان من تونس. يعطيكم الصحة معناها استيعاب هام جدا وهذا كما قلت راه تحذير كبير دونك انت شنو رايك شفت اكيد القيت نظرة على التابلوات المعروضة السنة دونك لجنة التحكيم وحكينا فيه الاسبوع الفارط هذا الكتاب كتاب العصاميات في دورة السنة هتو نعرضوهم بعد بالتفصيل على صفحتنا مصلحة تونس فوق الجميع ونواكبوا دونك فيه نورمالمون لي تابلو الكل اللي موجودين لي تابلو نتاع المشاركات الكل اللي في الدورة هذه اللي هما 64 مشاركة من مختلف ولايات الجمهورية وأيضا من أربع دول من العالم كل فنانة تلقى معها اللوحة نتاعها تلقى اسم العمل التقنية اللي تم استعمالها وأيضا حجم اللوحة اللي معروضة في المعرض الكتيب هذا احنا نخرج منه عدد محترم باش يكون أول حاجة للعصاميات ذكرى وأيضا تكون فيها لمسة تذكر كل العصاميات بالدورة هذه كل عام احنا من أول ما تم إنشاء الملتقى هذا فما كتيب يتم إصداره نحب نشكر كل الإطارات اللي سهرت من أجل إعداد الكتيب هذا المدام لطيفة سي علي وأيضا تصميم سي نبيل بادا فيه عمل كبير فيه جهد ليلا ونهار باش حضرنا العمل هذا الكتيب هذا يتم توزيعه على العصاميات على كل الإدارات الجهوية بالمنسير
والكليات بالمنسير باش ياخذوا اكثر فكره ونعرفوا اكثر بالملتقى. اكيد وكونوا السلطه الجهويه باش تكون حاضره على الاقل في الافتتاح، معناها السيد الوالي ان شاء الله باش يكون السيد الوالي يكون موجود معنا في الافتتاح يوم غد بدايه من الساعه 5. معالي وزير الشؤون الثقافيه كان من وده انه يكون معنا لكن لتوازيها مع القمة العربية. القمة العربية. دونك يتعذر عليه. يتعذر عليه باش يكون معنا، نوجه له تحية من ملتقى العصاميات. أكيد. الأستاذ سواكب هو في العادة يكون حاضر وحريص على مواكبة الأنشطة الثقافية في المنسير. أكيد. الأكيد أنه اليوم احنا بدنا نستقبله في العصاميات اللي جايين من مختلف ولايات الجمهورية وأيضا من ولاية المنستير. باش يكون فما لقاء بعد شوية لتجربة الفنان والأستاذ فاتح بن عامر الدكتور. التجربة هذه باش يتعلموا منها العصاميات المسار الفني للفنان ويحاولوا ياخذوا الحاجات الايجابيه ولا تفيدهم في مسيرتهم وباش زاده تقلل عليهم كل ما هي صعوبات اللي مر بها الفنان هذا يحاولوا هما يتجاوزوها. واضح. مصطفى جميل جدا انه نكونوا نقبلوا ضيوف من دول اجنبيه ودول شقيقه، فرحانين برشا اليوم بالتحديد من العراق من تايوان. مرحبا بكم مره اخرى. مصطفى نخلي لك الكلمه لهذا النشاط اللي باش نواكبوه باش نكونوا ان شاء الله غدوه حاضرين في الافتتاح نتاعو. يعطيهم الصحه. بطبيعه الحال لهنا نحب نعرج على الدوره هذه اللي من عاشية هي صدفة ولا ولكن صدفة حلوة برشا ثقافية سياسية، يعني تزامنت الأحداث متاع الدورة 18 والختام تاعها ختام مسك إن شاء الله 31 مارس هو القمة العربية في تونس، قمة عربية عربية ولهنا قمة ثقافية ثقافية عربية، لهنا فما المرأة العصامية حبت تتزامن مع القمة العربية مع حضور كل الدول العربية في تونس، العصاميات المنستيريات بطبيعة الحال يكونوا ضيوف مدينة المنستير باش يعبروا على آرائهم بمختلف يعني الأركان متاعها، هو شعور بالانتماء للإنسانية بطبيعة الحال، شعور بالانتماء للوطن، شعور بالانتماء للكون، برشا رسالات لهنا في تصفح سريع وغير مدقق ولكن فما انطباع اللي فما المرأة العصامية عندها رسالة من وراء كل هذه اللوحات، لوحات جميلة جدا. نتصور اللي اختيار كان دقيق واختيار صعب، ان شاء الله في الدورة القادمة يكون مجال أوسع لأكثر من تجربة ونجمو كان نشكر يعني التجارب هذه. دورة 18 يعني دورة مميزة جدا، ان شاء الله كما قلت على السلام ان نواكبوها ومن حسن الى احسن، ونتصور اللي حتى المنافسه في لوحات الاخرانيين يعني الميداليات باش تكون فيها يعني تقييم وتكون صعيبه لكدا، ان شاء الله العصاميات البرنامج هذا يلقى الرواج نتاعو عالميا، وان شاء الله التجربه التونسيه تكون رائده ومفتاح للتجارب الاخرى، ونتصور اللي تونس سباقه بطبيعه الحال في المجال الثقافي. وشكرا. يعطيك الصحة مصطفى وبالتوفيق لكل العصاميات. طبعا ما نجمش نحكي على الملتقى هذا نتاع العصاميات من غير ما نذكر ونقيموا وأيضا أوميون فالور مراهنة الدولة التونسية الحديثة على المرأة، على المرأة المبدعة، المرأة المتحررة، لأنه هذايا من مظاهر التحرر للمرأة، المرأة التونسية والمرأة العربية بصفة عامة، وتونس تفتح أيضا دائما وأبدا المجال للمرأة باش توصل الإبداع نتاعها، باش توصل الأعمال نتاعها، باش توصل الرؤية نتاعها، وأيضا راهو الأعمال هذيا وراها رؤى سياسية ورؤى اقتصادية ونظرة شاملة للعالم ونظرة شاملة كونية ونظرة للمدينة ونظرة للوطن ككل من خلال تجسيدها للصور هذه والتابلوات هذه واللوحات الخالدة اللي نشوف فيها الحقيقة كلها فيها لمسة عصامية، فيها لمسة سحرية وطابع خاص. باش نزيدوا نتفاعلوا أكثر معاكم مدام فاطمة العبيدي من العراق، كان زيد تحكينا أكثر على اللوحة متاعك خاصة وأنه فيها النوسيون متاع الأمل، فيها مفهوم الأمل، مفهوم هو مفهوم إيجابي بالطبع، وأحنا كما قلت لك في حاجة كبرى إلى الأمل. هل عندك في اعتقادك عندك حظوظ باش تكون الرابحة النهائية الفائزة النهائية في المسابقة هذه ولا لا؟
والله ان شاء الله كل فوز لكل مرأة هي فوز لكل مرأة في نفس الوقت. انا اتمنى الفوز لسهيلة، اتمنى الفوز لتايوان، اتمنى الفوز لكل امرأة، فوزها هي فوز الي بالذات يعني، فما في فرق بيني وبين اي عصامية. وعلى فكرة انه احنا بما تكلمنا انه المرأة العصامية اثبتت وجودها وبقوة وبدون ان تدرس الاكاديمية، فاطمة العبيدي اللي حصلت على الميدالية الذهبية من بينال فلورنس الإيطالية، يعني بينال فلورنس اللي كان مجموع المشاركين فيه 465 فنان من 64 دولة، حصلت على الميدالية الذهبية في بينال فلورنس. إضافة أنا أعتبر أن المرأة العصامية أثبتت وجودها وبقوة في كل البلدان الأوروبية، حصلت على التمثال الذهبي من دولة سلوفاكيا، إضافة إلى لقب سفيرة السلام اللي ممنوحة إليها من الاتحاد الأوروبي ربي، علما ان انا امراه عصاميه. يعني المراه العصاميه يمكن البعض ينظر لها انها غير اكاديميه، لكن الموهبه الربانيه انا عندي اقوى من الاكاديميه. فاهنئ كل مراه عصاميه، هي بتربي بيد وتبدع بيد وتنجز اعمال رائعه وتنتمي لعده مدارس يعني راقيه، فهذه انا اعتبرها هي يعني تاج على الراس. ان شاء الله بالتوفيق وهنيئا كما قلت لكل مرأة تونسية، وكل التابلوات هذه الموجودة لهنا، كل اللوحات الموجودة في اعتقادي فائزة معناها بكلها. والله نعتبرها كلها فائزة، لأن طلعت على 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 الكتالوج قبل المجيء الى الاستضافة، اعمال رائعة جدا وتستحق انها تفوز بالميداليات الذهبية. وهنيهم السيدات المشاركات في هذه الدورة، لان فعلا منافسة قوية هذه الدورة، دورة 18، لان أعمال في قمة الإبداع وتنتمي لعدة مدارس، منها السريالية والتجريدية والواقعية والتعبيرية والواقعية التعبيرية في نفس الوقت، وإلى عدة مدارس أخرى. فهذه هي المرأة العصامية، أهنيها يعني مقدما، وإن شاء الله يعني أي فائزة فهي تعتبر الفوز للجميع. يعطيك صحة، شكرا لك تيماني. On revient un tout petit peu sur la femme tunisienne. Comment vous avez trouvé la femme tunisienne? Vous l'avez trouvée une femme ouverte, une femme qui a un don naturel, surtout quand on parle de cette action. Donc, je trouve les femmes tunisiennes, elles sont très braves, vraiment braves femmes. Oui, très courageuses et très actives. Elles ne se plaignent pas beaucoup. Vraiment, parce que surtout avec ce rencontre et tout, je suis fière d'être là, d'accord, et beaucoup de gens et tout, avec tout ce qu'ils font dans leur vie, à part de ça, il y en a art là qui nous change, qui engagement qui nous rassemble ensemble et tout, c'est très important. Et même si on, tout le monde il y a des problèmes et tout, mais avec là ça change, ça change, oui, ça nous même sur le bon chemin. Et la paix aussi. D'accord. Oui. Donc l'innovation au service de la paix. On peut le nommer comme ça. D'accord. نرجع معك سهير قبل ما نختموا مع السيد مدير المركب الثقافي. سهير شنو حظوظك؟ هل مؤمنة خاصة أنت أول مرة تشارك في الملتقى هذا؟ عندك حظوظ إن شاء الله تربح التابلو بتاعك؟ والله أنا ديجا كيف جاتني فرصة باش نشارك في حاجة كيما هكا ديجا فرحانة برشا ونتسمى رابحة، خاطر اختاروني من بين برشا، راهو فما جوري معناها يختار تابلوات اللي باش تشارك في الملتقى هذايا، ديجا أنا نتسمى ربحت كيف تابلو متاعي تعلق، وإن شاء الله عندي حظوظ تابلو متاعي فكرة متاعو مزيانة، يحكي على الجسد المرأة ويحكي على تحرر من قيود زمن، فيه جسد يحمل تحت ذراعه منقالة مربوط بسلسلة، لكن فما أمل في التابلو على خاطر سلسلة مكسرة، وفما حمامة بيضة ترفرف في التابلو، دونك الفكرة جديدة مختلفة شوية. به إن شاء الله بالتوفيق. عايش. وتقريبا أصغر عصامية ولا لا سهي؟ 22 عام هكا. 22 سنة. به سفاهتي. أصغر عصامية تقريب قداش عمرها سنة معكم؟ الأخت فاطمة جاتنا معها بنتها أيضا مشاركة، أيضا هي فنانة عصامية. ما حبتش تتدخل معنا حشمة، شنو اسمها بنتك؟ اسمها فاتن.
تحية للفتن أيضا من العراق. شارك المرة الثانية في العصاميات، وهي طالبة جامعية في التربية الإنجليزي، لكن عندها، إحنا عندنا على فكرة الفن وراثة. كان جد فاتن من الرواد الكبار في العراق، كان نحات، كان نساج، كان يعمل سيراميك، يعمل لوحات، عنده لوحة بورتريه لشخصيته يعني سنة 1939، ما زلنا محتفظين بهذه اللوحة، يعني كان من الثلاثينات هو رسام، فمن الرواد في العراق. فانتقل الفن للأحفاد، وعلى فكرة هو كمان عمي يعني. يعني العائلة كلها عائلة فنية. عائلة فنية. أولادي كلهم بيرسموا في البيت، فهي حبت تشارك علما أنها طالبة جامعية، أخذت إجازة من الكلية وشاركت معاكم في العصاميات. هذا أكبر دليل على أنه العراق هي عراق ثقافة وعراق الفن. ليس كما يراج يعني في بعض وسائل الإعلام، عراق الحروب وعراق اليأس. هذا الإعلام السلبي، هذا الإعلام السلبي. بالضبط. الإعلام الإيجابي. أنتم يعني أعطيتوا صورة بالحق، صورة حقيقية للعراق. يعطيك صحة سي فهد، نواصلوا معك. يعني بنتها تقريبا قديش عمرها بنتك؟ 21 سنة. هي أصغر واحدة. هي أصغر مشتركة. تليها سهى 22. تليها سهى أكيد. وكما قلنا أي. نذكروا بالبرنامج. البرنامج. نذكروا البرنامج كما قلنا، احنا بدينا الاستقبال اليوم بالمركب الثقافي بداية من الساعة الثالثة لكل المشاركات. الآن بدينا بلقاء المبدعات مع تجربة فنان مع الدكتور فتح بن عامر بالنزل. غدا صباحا أمام المركب الثقافي في الفضاء المخصص للمعرض باش يكون انطلاق المسابقة بعنوان أيوي فيزيون. المسابقة هذه باش تكون تحت إشراف لجنة التحكيم في التأطير لكافة العصاميات. لجنة التحكيم اللي هي فيها الدكتور فتح بن عامر، أيضا الفنان وأستاذي علي الزنادي، ممثل الإدارة سي محمد مدني شقريم، وأيضا الفنان محمد فارس. هذه لجنة التحكيم بالنسبة للدورة هذه. إنجاز عمل الفني زاد باش يبدا من الصباح مع الفنانة هالة كرموس، مع تقنية اللي هي جديدة وبدأت تدريجيا تكون موجودة في تونس اللي هي لارمونكا. الخمسة باش يكون الافتتاح الرسمي بداية مع عرض ريبليون باند للفنان وديع رمضاني بنفس الفضاء أيضا، وتدشين المعرض الجماعي بعنوان تجريب وانفتاح. التاسعة ليلا باش يكون بالمركب الثقافي لقاء المبدعات، هذا اللقاء هذا يستنوه المبدعات سنويا لأنه هي عملية قراءة وتحليل للأعمال الفنية المشاركة. والعصاميات يبحثوا على الدعم والقراءة المنهجية لأصحاب الخبرة والأكاديميين خاصة في الأعمال متاعهم. نهار السبت الصباح 30 مارس باش يكون انطلاق مع ورشة الجداريات بعنوان شارع الفن والسلام. الورشة هذه باش تكون كما ذكرنا قبل ان في واجهة المعهد النموذجي بالمنستير، لان يعني واجهة كبيرة. حبينا انه السنة تكون فما لمسة للعصاميات في شوارع المنستير. منستير الفن والابداع طبعا. اكيد. باش تنطلق من 9 متاع الصباح حتى الساعة 2:30، وهي دعوة لكل الفنانين التشكيليين بالولاية أو خارج الولاية باش يكونوا حاضرين معنا، وإنه تكون فما لمسة مشتركة مع العصاميات. باش يكون فما مع الساعة 5 مخبر الفنون التشكيلية مع ثلة من الفنانين التشكيليين المحترفين بولاية منصير. هذا مخبر للتكوين موجه للعصاميات. مشينا في التجربة هذه أنه الفنان هو اللي يرسم العمل بتاعه، والعصاميات يتبعوا التقنيات اللي يستعملها وطريقة الرسم اللي يقوم بها الفنان المحترف في العمل بتاعه. مايدة مستديرة 9 ليلا بعنوان التعبيرات الفنية المعاصرة، إدارة الجلسة للفنان والأستاذ والدكتور سامي بشير. الجلسة هذه باش تكون معناها أتراكتيف مباشرة مع المجموعة. اليوم الأحد صباحا باش تكون رحلة بحرية في خليج روسبينا للتعريف أكثر بجمال مدينة المنستير وشبه الجزيرة طبعا الساحلية. الاختتام باش يكون بداية من الساعة 4 بالنزل مع عرض موسيقي، باش يتم اختيار الميدالية اللمسة العصامية الخاصة بالمعرض، لأنه
احنا المعرض اللي شاركوا به العصاميات باش يكون فيه اللمسه ميداليه اللمسه العصاميه المرتبه الاولى وثانيه وثالثه، وايضا باش يكون فما ميداليه اللمسه العصاميه الخاصه بالمسابقه اللي بدات باش تبدا غدوه الصباح، باش يكون زاد فيها ثلاثه مراتب الاولى والثانيه والثالثه، باش يكون فما لمسه وفاء لروح الفنانه العصاميه اللي هي طيله سنوات كانت موجوده في منطقه العصاميات هي الراحله احلام الشملي، باش نكون فما تكريم لقيدومه العصاميات وايضا تكريم لبعض الزملاء اللي انتقلوا على شرف المهنه، وتكون فما تكريم لكل العصاميات اللي شاركوا في الدورة هذه. أكيد باش نخرجوا بورقة عمل اللي هي باش تعطي الإضافة للدورة الجاية، لأنه اقتراحات الموجودة من عديد العصاميات اللي ما يشتغلوش في الفن على اللوحة. نقولوا احنا على سكولتور النحت أشكال مختلفة أشكال مختلفة، يطالبوا انه يكون الملتقى يفتح الابواب لهم زاد باش يكونوا موجودين، وهذا من حقهم لانهم هما عصاميات بصفه عامه. ان شاء الله الورقه العمل اللي باش نخرجوا بها من الدوره هذه تسمح لنا انه يكون فما ان شاء الله العام الجاي باش تكون دوره جديده ودوره متميزه وباش يكونوا اكيد هذا الكل من اجل بناء المشهد الفني الخاص بالعصاميات. يعطيك الصحة، هكا نكون وصلنا لختام هذا الجزء الثقافي من خلالك. سفاه التحية لكل القائمين على هذا الملتقى من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي، تحية لكل زملائك ولكل الموظفين في هذه المؤسسة، أيضا تحية من خلال عصاميات المرأة التونسية، المرأة التونسية كما قلت المتحررة، المرأة التونسية التي راهنت عليها دولة الاستقلال وراهن عليها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. دونك تحية لكل العصاميات الحاضرين معنا وزملائكم وزميلاتكم، زميلاتكم عفوا في النزل. ان شاء الله بالتوفيق لكل عصاميه، وكما قلت كل عصاميه التابلو نتاعها موجود لهنا هي عباره على فائزه بالمرتبه الاولى. يعطيكم الصحه وبالتوفيق للجميع. نرجع بعد الفاصل. مرحبا بكم في حلقه جديده من صون ليميت، كالعاده نتلاقاو مع زميلي مصطفى بكير ومرحبا بك زميلي سالم الزيدي. مرحبا بك سالم. مرحبا. باش تحكيو كالعاده على كواليتي سبورتيف في الجمعه هذه في تونس وفي الخارج. غالي ما نسموش نبداو الحلقه نتاعنا اليوم كان بخبر مع الترشح الاتحاد المونستيري فرع كره السله وفرع كره القدم. فرع كره السله كان ترشح للنصف لدور نهائي من بطوله تونس بعد فوزه المبهر على شبيبه القيروان في المقابله الاخيره وترشحوا عليه 3-1 مجموع المقابلات، وايضا فوز الاتحاد المنستيري في فرع كره القدم على بنجردان في بنجردان بالذات بعد كان متاخر في الديجا معناتها من اول المقابله. ظهر لي جمعه مباركه على الاتحاد المنستيري. بالفعل هي جمعة باهية للاتحاد الرياضي المونستيري في كرة القدم وكرة السلة، زوج انتصارات كنا حكينا الأسبوع الفارط احنا زوج مقابلات هذم. الحقيقة بالنسبة لمقابلة البطولة في كرة السلة نبداو نحكيو، لأنه الحقيقة في كرة السلة كنا متوقعين الانتصار، لأنه الاتحاد الرياضي المونستيري يظهر أنه أقوى من الشبيبة القيروانية في الموسم هذا. ممكن انتصار كرة القدم اللي ما كانش متوقع الحقيقة وكان مفاجئ نظرا للغيابات الموجودة في الفريق، تقريبا 6 ملاعبيه ما شاركوش في المقابله هذه من الملاعبيه الاساسيين. دونك هذا يعني الحاجه اللي كانت باهيه للاتحاد الرياضي المونستيري وما كانتش متوقعه بالنسبه لكره السله. مقابله كبيره برشا للاتحاد الرياضي المونستيري خصوصا من الجمهور اللي كالعاده ديما حاضر، الملاعبيه كانوا كونسنتري، يظهر لي الهيئه وفرت كل شيء، الناس الكل كانت حاضره باش صار الانتصار. وكما حكينا الاسبوع الفارط المنافسه جديه باش تنطلق في الدور النهائي وتحديدا مع النجم الراسي، هذه هي المقابله الصعيبه للاتحاد الرياضي المونستيري. لكن حتى الدور نصف النهائي يعني كانت يعني مسلسل كامل يعني عشناه مع تقبل المقابله هذه. نجم نقولوا احنا من 10 استفزازات من شبيبه القيروان، يعني افلام شفناها طيله الاسبوع، هو من 10 يعني ضغوطات على اللاعبين، هو واحد من 10 هذا حسب رايك مصطفى يكون شيء حافز للاعبين، يعني اسكو هذا هو الحافز اللي خلاهم نعاش يعني يحبوا يوريوا للرأي العام الرياضي في تونس اللي الاتحاد كان ربح على الميدان مش بسبب حوايج أخرى؟ هي بطبيعة الحال فما أمور تصير على الميدان، فما أمور يعني جانبية
وكل فريق يحب يحافظ على حدود الترشح نتاعو لاخر دقيقه. المسلسل نتاع الانتصارات ما بين شباب الرياضي والقيروان واتحاد المنستيري بدات يعني من المقابله الاولى. الانتصار نتاع اتحاد المنستيري هو اللي سهل بطبيعه الحال الثنيه باش يربح. المقابله الثانيه كانت صعيبه على كلا الفريقين، ورغم ان الفارق ما كانش كبير برشا، الامر الحتمي هو الانتصار في المقابله الثالثه اللي هي ولات 2-1 لصالح الاتحاد المنستيري. المقابله الاخيره هي مصيريه بالنسبه للاثنين، اذا الاتحاد المنستيري ربح بطبيعه الحال باش يترشح على حساب الفريق الثاني، واذا الشباب الرياضيه القيروانيه ربحت باش يولي تعادل باش تولي امور معقده اكثر على كلا الفريقين لهنا بطبيعه الحال. الفوز ما عادش في الميدان فقط، ولكن فوز الفوز حتى في نطاق الجماهير، في نطاق التحضيرات، العوالم الجانبيه كانت بطبيعه الحال لصالح الاتحاد المنستيري، كان متهيئ اكثر، وعامل الميدان هو اللي كان سبب رئيسي في فوز الاتحاد المنستيري. الميدان نحكي لهنا التأطير بتاع الفريق ككل، الجماهير اللي حضرت بكثافه، وشفنا حتى على صفحات فيسبوك اللي واكبت الاجواء من داخل القاعه، يعني كانت قاعه مكتظه بالجماهير، وحتى خارج الميدان كانت الجماهير الكل تشجع، والروح الرياضيه في اخر المطاف هي اللي ربحت. شباب الرياضيه القيروانيه عندها فريق يعني محترم جدا، امن بحظوظه لاخر دقيقه، ولكن المقابله الاخيره كانت هي الفاصل بطبيعه الحال. مازال الفينال، نتصور اللي الفينال باش يكون لصالح الاتحاد المنستيري. علاش؟ يعني تقنين هنا قبل الدخول في الكواليس نتاع المباراه، زوز مباريات في رادس ثم زوز مباريات في المنستير. اذا الاتحاد المنستيري يمشي على نفس التكنيك اللي صارت مع القروان، على القليله نربحوا مباراه، ومن بعد تولي المقابله الثالثه والرابعه بطبيعه الحال. اذا تحب تفوز بالكاس عليك كان باش تربح. الاتحاد المنستيري في الاونه الاخيره سمعنا اللي باش يتحول لتركيا، يعمل اربع مقابلات وديه، وهذا هو الارتفاع عن النسق وتحضير للنسق. يلزم الفريق يخرج من الاحتراف المحلي نحو المواكبه نتاع الاحتراف مع الفرق العالميه، على الاقل التربص مغلق باش يهيئ نفسانيا اللاعبين. لونترنور جديد ولكن ابرز الكفاءه نتاعو، الجوارات الكل كاية ملتحمة بعضها إيجابية، الهيئة المديرة وفرت كل الظروف المناسبة للترشح، ولما لا الأميرة تقعد بطبيعة الحال الكأس تكون للمنستير، وإن شاء الله حظ وافر لفريقنا الأم اللي هو الاتحاد المنستيري. وشكرا لكل الجماهير اللي واكبت وبينت اللي جماهير الرياضية بالنسبة للاتحاد المنستيري هي الرقم واحد، والميدان هو الفاصل في المقابلات الختاميه. اكيد الميدان، لكن الميدان مش فاصل الاتحاد بنجردان باش يترشح على حساب الاتحاد المنستيري. ظهر لي عندك باش تقول حاجه على البس. ملاحظه على كره السله على مقابله الاتحاد المنستيري، كلمه برافو كما قال مصطفى للجماهير، الجماهير اللي حضرت دخله وتم منحها ما نعرفوش علاش، شفناها يعني الدخله اللي ما فيها شيء، يعني ما فيهاش عبارات مسيئه، ما فيها حتى شيء، بالعكس شفنا الدخله اللي كانت موجوده في قروان، يعني كانت فيها اساءه للجامعه وللاتحاد المنستيري، ومع هذا تعدات. في المقابل دخله تعمل الكيف تاع حضرة المنستيري، يعني ابداع تاع شباب صغار، ناس مصبحه وسهره طيله اسبوع كامل، وبرافو ليهم، والناس يعني تلم في الفلوس ما عند العباد باش وصلت عملت دخله وحضرتها، دخله انيقه كانت، يعني في اسبوع الاتحاد المنستيري يعمل دخله قبل باسبوع في المقابله الاولى تاع الشبيبه، وفي المقابله الثانيه كيف كيف، يعني ذوما شباب متطوع ما عنده حتى شيء، يعني ما مشاش لحاجات اخرى، قعد في الرياضه وقعد يعمل في حاجه باهيه باش يفرح لجمعيته، باش يفرح لجمعيته بطريقه اللي راهو مناسبه. ما راش علاش معناها المنع هذا اللي تم، الحقيقه لا فيها استفزاز للجمعيه للمنافسه لا حتى شيء. النقطه ما حبيتش نتعدى من غير ما نحكي عليها، لانه نحيي مره اخرى جمهور الاتحاد المنستيري اللي في اسبوع يعمل زوج دخلات من طراز الرافعه، ولو انه الثانيه الله غالب ما ظهرتش للجماهير. يعني كل حال الدخله يعني منع الدخله ما اثرش على، يمكن الجمهور اشجع يعني دوبل وتريبل، يعني شفنا جماهير في المقابله بدات وباقي الجماهير يعني ما نجمتش تدخل للقاعه، يعني برغم اللي القاعه
شفتها معناتها شفتها قدامي. الجماهير يعني ما كانش في ظروف مريحه الفرجه بتاعهم. القاعه يمكن هذا نداء للصورات، القاعه تقطر يعني السقف بتاعها يقطر من فوق حتى الجل، لكن هذا ما منعش الجماهير باش تساند فريقها مده مقابله كامله. نحكيوا على كره القدم، كره القدم يعني الناس كل ما كانش يمكن برشا الناس ما كانش تتوقع انه الاتحاد المنستيري ينجم يفوز على الاتحاد بالقيدين، خاصه في ظل التشكيله اللي هبط بها الاتحاد، تشكيله يعني مطعمه بعديد اللاعبين الشبان فيهم اللي اول مره يلعب مقابله رسميه، وايضا في ظل يعني التشجيعات اللي قام بها بن قردان. نعرفوا اللي ثم اخبار تقول لكل لاعب كان باش ياخذ، كل لاعب بن قردان باش ياخذ سياره اذا كان وصلوا يعني فازوا بالكاس. هذا عادي جدا محمد، علاش؟ خاطر الامور التحفيزيه راهي عاديه جدا، مانشستر بي اس جي كل يعطيوا يعني سيارات فاخره جدا معمول بها، اي مش يعني مش يعني. مش كيا معناها يعني عادي جدا لهنا التحفيز مالي ومعنوي، ولكن الاحسن من هذا الكل اللي فريق اتحاد المنستيري فرع كره القدم مع الممرن مع الهيئه المديره مع اللاعبين امنوا بحظوظهم لاخر دقيقه، الشهاده صارت في يعني في اخر دقائق مركه البطوله انتصار ومتاع ترشح. الفارق ما بين البطوله والكاس اللي الكاس ديما عنده النكهه نتاعو لهنا، باش نعرفش حتى من مقابله شباب القيروان واتحاد بوسالم الكل الناس كل راهنوا يعني قلنا حتى اتحاد القيروان في الوقت عملنا الرهان وبناتنا قلت للشباب الرياضي بالقيروان هي باش تفوز اليا يعني لهنا، ما كنا هو تكهن غير منطقي خاطر الكره ديما تغلب المنطقه العام. الترجي فازت بسهوله، لا بطبيعه النجم السهري فاز بصعوبه، الترجي فازت يعني بصعوبه كبيره. اتحاد المنستيري امن بحضور نتاعو بالرغم احنا سمعنا اتقاء هيك تدخل حسام تقاي يعني شاركوا لونترونور الهيشري رجع يلعب يعني قائد فريق، تشكيله جديده، الكواليس قالت في الاخير الاتحاد المنستيري كلمة برافو الأهالي بن قردان اللي كانت يعني مواكبة كبيرة برشا للمقابلة هذه، وفما حضرنا المواكبة هذه فما الروح الرياضية، الحكم كان يعني في الميدان حكم صارم وآمن باش يعطي حق كل فريق، وفي نهاية الكأس هي باش تنصف فريق أو الآخر، وكان للترشح لحساب الاتحاد المنستيري اللي المقابله الجايه لا تقل صعوبه على اتحاد بن قردان اللي هي مع الترجي التونسي، وهذا يعني امتحان اخر، واللي يحب يهز الكوب ولا يهز البطوله ما عليه كان يربح. اكيد. حسب رايك سالم، لنا سؤال يعني فني شويه، حسب رايك علاش المدرب الاسعد البريدي يعني هبط تشكيله مغايره في المقابله هذه؟ يعني شفنا فيها رجوع الحارس بشير بن سعيد، شفنا فيها رجوع وليد الهيش للتشكيلة، أيضا لاعبين الأخوة تقاء، لاعب شوشان، يعني العديد من اللاعبين يعني أنا برشا ما شفناهمش أو ما شفناهمش جملة في التشكيلة، هل أنه هذا يعني اعتراف للاتحاد بحاجتوش يعني بالكأس أو أنه يعني تكتيك من الأسعد الدريدي؟ هو الحقيقة يعني كان فما برشا لاعبين تهددهم عقوبة الانذار الثالث، بالتالي ما يشاركوش في مقابلة حملان في اللي هي كانت أهم على الورق مقابلة البطولة مع حملان في منافس مباشر على تفادي النزول، دونك كانت مقابلة مهمة برشا للاتحاد الرياضي المنستيري، دونك خير الأسعد الدريدي أنه يرتح للاعبية هذم، في نفس الوقت هي مسابقة الكأس فرصة باش يشارك اللاعبية اللي قاعدين يدربوا بانتظام، عندهم يعني ما يقولوا في رواحهم، كي نقولوا وليد الهيشري راهو في الماضي القريب وليد الهيشري هو قائد الفريق يعني في مرحلة الذهاب وحتى في انطلاق مرحلة الإياب يعني كان شارك حتى في مقابلة النادي الافريقي، دونك قائد الفريق لاعب ما يسموش مدرب الاسعد ريدي يسمو يحافظ عليه ويخليه كومبيتيتيف خاطر تنجم تستحق له دو مومون كيما لاعب كيما وليد الهيشري ينقدر الجروب وحتى كي تستحقوا اثناء المقابلات يعطي الاضافه، كيف بالنسبه للحارس بشير بن سعيد عنده برشا قاعد يعني مش قاعد هو في الكاج دونك حاول يشاركوا الاسعد الدريدي كيف حسام تقال اللي شاركوا لعب كظهير ايمن رغم انه هو كمتوسط ميدان دفاعي وملاعب عنده امكانيات كبيره وكبيره برشا، اللاعب معتز شوشان في وسط الميدان واللي هو ظهير ايمن، لكن مع هذا كل اتحاد المنستيري تمكن من الفوز وانتصار
بجدارة. وكما قال مصطفى نأكد كلامه، برافو لهالي بن قردان اللي ما شفناش أحداث لا شغب لا عنف. الاتحاد المنستيري فاز وروح على روحه في كنف الروح الرياضية، وكيزم خطر الناس كل كانت متخوفة قبل المقابلة كي فاز الاتحاد المنستيري وما صار شيء. الحقيقة يزمنا نقول كلمة الحق، برافو لهالي بن قردان، برافو للحكم أيمن النصري اللي عاد مقابلة باهية. وحتى سمعت برشا حديث على ضربة جزاء، كي شفناها ضربة جزاء صحيحة مستحقة. دونك كي تمشي الأمور كل باهية الاتحاد المنستيري فاز، وبرافو لكل بن قردان ولجمعيتهم اللي على الروح الرياضية الكبيرة والجماهيرهم. كل حال الدور هذا من الكأس يعني كان دور في أحسن الظروف، تعدى شفنا فيه مقابلات حماسية، شفنا فيه مقابلات كما مقابلة الترجي الرياضي التونسي جمعية جربة، يعني حتى الآخر ضربة جزاء قعدنا نستناه باش نعرفوا شكون ترشح، كيف كيف بوسالم مع شبكة القيروان، أيضا سليمان زادة سليمان يعني خروج بصعوبة أمام قوافل القفصة، رغم أن سليمان يعني كانت عاشت أسبوع صعيب برشا في ظل الحديث على الاحتراز اللي ضاع أو اللي ترجي جرجيس اللي فاز به ترجي جرجيس المقابلة في الأخير بالاحتراز، ولو أنه في مقابلة سليمان كانت أفضل بكثير من قوافل القفصة، أنا شاهدنا المقابلة لكن في المقابلة في الأخير انتصر قوافل القفصة. هذيك هي الكرة هذيك هي الكرة. أيضا يعني هناك مقابلة متاع هلال مساكن، يعني الفريق اللي يعني لعب لآخر دقائق ضد الملعب الجابسي وكان آمن بحظوظه، يعني عديد المقابلات السخونة يعني في كأس تونس. الدور القادم مازال دولة محالة دفعة ثالثة من المقابلات متاع ملعب التونسي نادي صفاقسي أيضا نادي الإفريقي ونجم المتلاوي، لكن الدور القادم يعني حتى هو يعني في وسط مقابلات صعيبة شوية، كما المترشح من مقابلة نادي صفاقسي ملعب التونسي باش يلعب ضد نجم الساحلي أو نادي الإفريقي، أيضا الاتحاد المنستيري باش يحل ضيف على الترجي هذه التونسي، يعني نستناو فرجة كبيرة في الدور القادم. محلين يقولوا لهنا خلينا نفتح قوس، يقول لك علاش يعني نفس الفرق الصغرى ولا يعني هنا هو تقسيم عادي في البطولة الثانية ولا في البطولة المحترفة الأولى، علاش الإكيبات هذه ما تلعب القوة متاعها الكل كان في الكأس، يعني نفس الفريق مثلا مساكن ولا سليمان ولا حتى مستير في البطولة تلقاها نحكيه هنا خاصة على تحدد المونستيري في البطولة في المراتب الأخيرة، ولكن في الكأس يعني وصل أشواط عديدة. يتسائلوا محلين هنا وانت سالم يعني مختص في الميدان هذايا، علاش الفريق هو بيدو بالركائز متاعه يعني بالإدارة متاعه بالجوارات متاعه، علاش النفس متاع الكأس يكون أحسن من النفس متاع البطولة؟ وبالنسبة لملاحظتك مصطفى، ممكن الاتحاد الرياضي المنستيري حاليا في البطولة وفي الكأس قاعد يدعم، لأنه راجع من بعيد الاتحاد الرياضي المنستيري بالانتدابات الجديدة والأجواء اللي موجودة داخل الفريق والفلوس موجودة توجدت، دونك كل شيء موفر باش الاتحاد الرياضي المنستيري يمشي لبعيد. بالنسبة للهلال المساكن هو في المرتبة الثانية في الرابطة الثالثة يلعب على الصعود، يعني براتيكمون نجم نقولوا قريب برشا من الصعود الهلال المساكن والعودة للرابطة الثانية. مستقبل سليمان عنده زوج مواسم في الرابطة ثانية، نقوها حاليا المتصدر في المرتبة الأولى مع مستقبل المرسى 39 نقطة كل فريق، ولو ما خسرش الاحتراز يعني كان هارب 3 نقاط. دونك هذوما فرق يعني حتى في المستوى البطولة متميزين، لكن ساعات الظروف تحكم، يعني لو الاتحاد الرياضي المنستيري كان يحضر في مقابلة البطولة ضد حملنف يعني لو انهزم وخرج ما كناش نستغربوا برشا، لأن كنا متوقعين نوعا ما في ظل الغيابات العديدة للفريق. يعني ساعات الأولويات نتاع الفرق ممكن تخلي الفريق يرتاح الفريق نتاعو للمسابقات أخرى. الترجي الرياضي التونسي كان قاب قوسين او ادنى باش يخرج من المسابقه، بما انه يعني كان عنده مسابقه اخرى يحضر فيها وكان عنده يرتاح في الفريق نتاعه وعنده لاعبيه مع المنتخب، دونك كان ينجم يخرج الترجي الرياضي التونسي. في المقابل جمعيه جربه وقتها كانت يعني طموحه رغم انها في المراتب الاخيره في البطوله وما زالت تبع تمنع شويه، حبت تعمل مقابله باهيه قدام الترجي الرياضي التونسي، فما لاعبيه تحب توري رواحها حتى للفرق الاخرى. دونك هذاك علاش مسابقه الكاس ديما نلقاو فيها الفوارق تقل، وعلى 90 دقيقة مقابلة بركة كل شيء وارد. جيد. جمعية جربة على ذكر جمعية جربة كان متألق فيها حارس شرف الدين شريف، الحارس اللي في الأمس القريب كان في جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، شفناه يعني عدى طرح كبير برشا، كان صدر العديد من الفرص يعني مقابل المهاجم. على كل حال يعني تجربته يمكن كانت قصيره شويه في الاتحاد المنستيري سالم، يعني حتى يمكن حتى الزهر ما كانش معاه، يعني ظهر لي الماتش الوحيد اللي لعبه كان ضد نادي بنزرت في بنزرت، نتذكروا كلهاف بينه وبين فادي العرفاوي، يعني يمكن هذيك اللي حبوا تعليه باش يخرج او ظروف اخرى كانت عارف. هي ظروف، يعني هو حارس متكون البرة جا عمل موسم ممتاز في المانيا، متكون جا عمل موسم في الاولمبي الباجي
واخذها الاتحاد الرياضي المنستيري مشات الظروف انه البدايه صعيبه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري وانه ما عملناه المشي ركش في ظل تالق عملناه الحارس مكرم البديري السنة جاء بشير بن سعيد معاه كيف كيف فما محمد علي جراد اللي متالق وتم دعوته حتى للمنتخب الاولمبي وقاعد يعدي في موسم ممتاز دونك ساعات الظروف تحكم انه حارس ما يشاركش لانه الحارس ماك تعرف بوست وحيد يعني مشاركه حارس برك منينش ديما يصير فيه التعويضات دونك هذاك علاش ممكن الظروف حكمت انه ما يشاركش وكل وبرشا ملاعبيه ينجموا ما ينجحوش في فرق ويمشوا فرق اخرى وينجحوا وابرز مثال ممكن عثمان السعيدي اللي في الاتحاد المنستيري ما لقاش فرصته مشى الحمام ساهم في الصعود وكان الهدف الفريق وخذته نادي بنزرتي فيما بعد اكيد نمدلوا الاجواء نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي المنتخب اللي كان لعب زوج مقابلات الاسبوع الفارط مقابله رسميه ضد فريق سواتيني وكان انتصر 4-0 ومقابله وديه كانت ضد المنتخب الجزائري في الجزائر بالذات وكان انهزم بهدف مقابل صفر يعني مقابله شهدت برشا غيابات المقابله الثانيه بسبب المشاركات الدوليه نتاع الفرق الترجي ونجم الرياضي الساحلي شفنا فيها يعني لاعبين جدد شفنا فيها يمكن فراس شواط اللي الناس كل توا قاعده تهاجم فيه على صفحات الانترنت لكن اللاعبين زملائه كانوا ساندوه وكانوا يعني يشجعوه اش قال شفتهاش في المقابله مصطفى اش قولك في المقابله هنا مش نعاقب ما بين الرسمي والمقابلات الوديه راه مش نفس الوجه بطبيعه الحال المقابلات الرسميه لازم يكون الفريق كله حاضر يعني انكادرمون ونتيجه حاصله 4-0 لو ان هي كانت بالعكس يعني المقابله الوديه هي رسميه والمقابله الرسميه كانت وديه اكثر نهائيات جوان 2019 في مصر على الابواب مع الفريق الوطني كان باش يحضر روحه التوا ما نعرفوش شنو هي التشكيله الرسميه اللي باش يختارها يعني الناخب الوطني برشا تشكيلات بطبيعة الحال احنا كتوانسة نحبو كان الحاجة الباهية لتونس وعنا برشا ممرنين تشكيلات كبيرة برشا ديما بعض الاختيارات التكتيكية الممرن على صفحات يعني فيسبوكية ولا حتى في الكواليس الرياضية التوانسة عندهم اختيارات أخرى علاش ما اخترت الفريق هذا علاش ما اخترتش الجوار هذا الجوار هذا خير وهذا أحسن بالنسبة للشوات يعني شاهدت اللقطة الشهيرة اللي الحق تتمركة نورمالمون يعني الهدف هذاك بسيط جدا ملاعب نقول احنا ملاعب صغير في تجربة قصيرة نجم يمركي بوتوكاي ولكن قدام الجزائر فريق يعني كبير برشا وقدام الجماهير نتصور التجربة نتاع الشوات ما تسمحتلوش فيك اللحظة هذيك اللي هو باش يستغل الفرصة ويمركي بوتوكاي ولكن المقابلات الجايه الوديه ولا حتى الرسميه وفرص شوات من طينه اللاعبين الكبار ناهيك اللي هو من تسمى من الهدافين تاع النادي الصفاقسي ومن احسن الجوالات حاليا نتصور كان يتكاتلوا الجوالات مع بعضهم بطبيعه الحال فما اللحمه موجوده في الفريق الوطني تنو حلو عليهم المحالة شفنا تنو مزيان فما يعني فما حاجه حلوه جديده الكيب جديده الجامعة التونسية لكرة القدم أعطت كل يعني الفرص للناخب الوطني ولكل الفريق باش يتأهلوا 2019 اللي هي مش مرة الأولى بطبيعة الحال هنا أرقام نحكيو أرقام قياسية بالنسبة للفريق التونسي يعني فما في المسابقة هذه الترشح متتالي بالنسبة للكأس الإفريقية إن شاء الله الفريق التونسي يكون هو منازع الفرق الأخرى بطبيعة الحال مصر مش سهلة خاصة في ميدانها نتصور اللي فريق المصري على قليلة باش يضمن ربع أو نصف النهائي الفريق التونسي كان يأمن الحظوظ وينجم يوصل حتيك أشواط كبيرة برشا الفريق الجزائري ينجم يوصل كيف كيف في البطولة الإفريقية هذه الفرق الإفريقية السنغال الكاميرون غينيا وغانا وجنوب أفريقيا في الأربع سنين الأخرانيين تقهقرت شوية معاش كنفس النسق معاش نفس الجوارات معاش نفس الفرق الإفريقية اللي تخوف كما قبل الفرق المغاربية خسارة ليبيا ما ترشحتش ولو احنا نجم نكونوا فريق رباعي ممثل في المغرب والجزائر ومغرب وتونس وليبيا للأسف الفريق الرابع اللي هو ليبيا ما ترشحش إن شاء الله القادم خير والحظ الأوفر لفريقنا هو الفريق الوطني التونسي اللي بشي يشرف تونس وإن شاء الله هو صاحب الكأس في 2019 مصر
جوان 2019. إن شاء الله ليبيا ما ترشحتش، لكن موريتانيا ترشحت، بوراندي ترشحت، مدغشقر أيضا ترشحت. يعني الدورة هذه باش تكون فايدة من نوعها نوعا ما، أول دورة تكون في الصيف، أول دورة فيها 24 منتخب، ثم منتخبات عمرها ما كانت تحلم باش تشارك في الكوب دافريك، نلقاوها تشارك في الدورة هذه. حسب رأيك سالم أنت شنو كيفاش باش تكون الدورة هذه المقبلة؟ والله أنا قبل الدورة حبيت نرجع لمقابلة المنتخب والمنتخب الجزائري، وكلمة برافور جوز مقابلة الأخيرة ليوسف المساكني اللي يقعد ديما ملاعب كبير ويأكد في كل مناسبة أنه من أفضل الملاعبين اللي جبتهم تونس. كيف كيف في رشاوات، في رشاوات راهو توقعت أنه المدرب الحقيقة في مقابلة المقابلة الأولى أنه يشاركوا في العشر دقائق الأخيرة من مكان طايسي الخنيسي ويبدأ يحضر فيه فريق رابح 4-0، كنت نجم تدخلوا في المقابلة هذه وتحضروا مقابله الجزائر، لانه تعرف انت في المقابله اللي بعد طاهي الخنيسي باش يمشي للفريق والترجي الرياضي التونسي، دونك كنت نجم تحضروا تلعبوا 10 دقائق تمهدوا تدخلوا يعني للتمهيد، يعني تدخلوا كونتر فيراتس كونتر فريق متواضع، فريق المنتخب التونسي رابح 4-0، كنت نجم يعني تحضروا حتى نفسانيا وتدخلوا مع المجموعه باش يبدا حاضر للمقابله اللي بعد، يعني اللي قروحوا في ظرف 4 ايام اساسي ضد المنتخب الجزائري. تحب ولا تكره في رشاوات مازال جديد العهد بالمنتخب، عنده تقريبا 4 مقابلات، كان شارك المدرب فوزي البنزرتي وكان سجل 2 اهداف، دونك حمله كبيره صارت من جماهير فرق الحقيقه، لانه شفنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا يوسف المساكني، شفنا ياسين مرياح، شفنا عدة ملاعبية على المرزوقي ساندوا الملاعبي هذا وقالوا له اخدم على روحك وبعثوا له دي ميساج بوزيتيف الحقيقة. وفي رشاوات راهو معناش برشا مهاجمين في تونس، في رشاوات عنده لي كاليتي الكل نتاع الاتاكون، يلعب ظهره رابيد، يعرف يماركي كيف كيف، ممكن نلوموا عليه في الفرصة اللي ضيعها، كان نجم يمرر يوسف المساكني كان نجم يسجلها وحده على كل فرصه ونجم نتعداو عليها، لكن في رشاوات لازم يقعد يخدم على روحه، وهم المهاجمين نجم يبني عليهم المنتخب في السنوات القادمه في عمره مازال صغير ونجم يحترف. المنتخب كما قلت فهم شفنا ملاعبيه متميزين وتالقوا، شفنا ملاعبيه قاعدين يوريو، شفنا فاروق بن مصطفى حاضر، شفنا ايمن البلبولي حاضر، يعني المنتخب الحقيقه ما يقف على حد. كي نشوفوا انه قائمه الغايبين فما يعني ديلان براون اللي عادي في موسم ممتاز جدا في بلجيكا واغلب الفرق الاوروبيه طالبته نلقاوه غايب، يلعب في محور الدفاع وظهير ايمن، نلقاو الياس السخيري المتوسط الميدان الدفاعي نتاع مونبيلي غايب كيف كيف، وهبي الخزري المهاجم، يعني تقريبا ثلاثه من افضل المحترفين حاليا في اوروبا غايبين على المنتخب، ومع هذا نشوفوا مردود ايجابي واحد بلاش نخرجوا، دونك المنتخب ان شاء الله يبشر بكل خير. في المقابل قلت لي على الكوب دافريك الجايه الحقيقه المنتخب الوطني التونسي بالمجموعه هذه قادر انه يمشي لبعيد، وصعبت الحقيقه صعبت على الناخب الوطني اختيار الملاعبيه، لانه كي تشوف الملاعبيه هذم الغايبين، شوف انيس بدري مش موجود، شوف طاهر ياسين الخنيسي مش موجود وغيره، يعني الناخب الوطني باش يحير المره الجايه شكون باش يعيط قائمه 23 ملاعب. ان شاء الله يكون يحير حيره ايجابيه، يعني قبل كنا في المستقبل في الماضي القريب يمكن عندنا شح في اللاعبين، المره هذه عندنا تبارك الله معناتها العديد من اللاعبين خاصه ثم لاعبين اخرين برشا حديث عليهم اسكو ينضموا وما ينضموش كما يان فاليوري كما وسام بن يدر وكما حمدي الحرباوي، يعني المسلسل نتاع حمدي الحرباوي لو انه حمدي الحرباوي كان اعلن اعتزاله الدولي، لكن ما نعرفش شنو تنجم تجيب الايامات الجايه. هيك نكونوا كملنا مع المنتخب، كلمه على المشاركه الدوليه نتاع الفرق نتاعنا التونسيه في اخر الاسبوع هذا، يعني زوز مشاركات حاسمه، غدوه الترجي يوم الجمعه الترجي باش يكون امام فرصه الفوز بالسوبر الافريقي امام الرجاء البيضاوي، ايضا النجم الرياضي الساحلي في السودان ضد المريخ السوداني امام فرصه التاهل لنهائي دوري ابطال العرب. مصطفى بطبيعه الحال لنا وصلنا النهائيات، وصلنا للمرتبه الاخيره، وصلنا للميداليات الذهبيه، ما عادش اكثر من هكا 90 دقيقة باش تعطيك ولا باش تاخذ منك، هذه هي الترجي مع الرجاء، يا تربح يا تروح، هذه ما تنجمش فماش نتيجة أخرى، إما تكون الفائز إما تكون وصيف نتاع الفائز. الترجي بطبيعة الحال محضر روحه كما يجب، الفرق التونسية لعبت برشا مرات مع الفرق المغربية، تيران نتاع المغرب نعرفوه ومستنسين به، مش باش تكون يعني مفاجأة كبيرة إذا الترجي ربح، ونتصور إذا الترجي هو باش يفوز،
بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي باش تكون مهمة صعيبة شوية خاطر هلال السودان ولا مريخ السودان يعني زوج فرق هذوما نحب نحكي عليهم اللي من أصعب الفرق حاليا في البطولات الإفريقية واجهوا صفاقس واجهوا ترجي واجهوا النادي الإفريقي واجهوا النجم الرياضي الساحلي فما الغالب والمغلوب لكن في أكثر الأحيان ترجح الكفة للفرق التونسية لهنا التكهن صعيب شوية 90 دقيقة باش تكون صعبة على كلا الفريقين بطبيعة الحال نتمناو الفوز لفرقنا التونسية حبيبي احنا التوانسة الترجي في تاريخ مفتوح لحد الآن خاصة على الورق لكن مهم باش تكون صعيبة شوية على النجم الرياضي الساحلي حسب رأيك سيدي كيفاش يتعامل الترجي والنجم الساحلي مع النهائيات يعني المقابلات الحاسمة هذه اللي ورا بعضها خاصة الترجي يعني بعد المقابلة هذه عندها بعد نهارين مقابلة السوبر التونسي أيضا بعدها بعد 3 أو 4 أيام عندها ذهاب ربع نهائي الكأس الإفريقية النجم الرياضي الساحلي كيف بعد المقابلة هذه باش يتلز معناتها بعد ما يكمل المقابلة المؤجلة بتاعه في البطولة أو باش يتلز يلعب في السودان مرة أخرى ضد الهلال السوداني كيفاش باش ينجموا يعملوا الفرق التونسية قدام الهلال شوف هو باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي فريق الحقيقة عنده أقوى رصيد بشري موجود في تونس من خلال من ناحية الفرق من ناحية الكم والكيف يعني الترجي الرياضي التونسي نجم عنده الإفكتيف اللي يخليه له ينجم يشارك في أكثر من مسابقة وينجم يراهن عليهم للآخر لأنه البلايص غالية في الترجي الرياضي التونسي احنا شفنا لعب تقريبا بالفريق الثاني في الفريق في آخر مقابلة اللي كانت مقابلة شكلية حتى معين شعباني ما مشاش يعني قدم على الفريق الأول مشى المساعد مجدي تراوي في ضد جربة كيف شفنا الفريق يعني بالفريق الثاني يعني وشارك وربح في الكاس تونس لانه بصعوبه بالطبيعه غدوه الترجي الرياضي التونسي بعد ما رتح ملاعبيته في زوز المشاركات الاخيره في كاس تونس وفي الكوب دافريك يلزمه يلقى ملاعبيته حاضرين نهار الجمعه ملاعبيته اللي خلاهم ورتحهم وقعد معهم معين شعباني وخدمه يلزمه يلقاهم حاضرين يعني ملاعبيه تسرحوا من المنتخب كيما يوسف البلايلي من الجزائر شفنا طه ياسين الخنيسي وليس بدري من المنتخب التونسي اصابه يوسف البلايلي ثم انباء تقول انه اصيب ويوسف البلايلي ديما عنده الاشكاليه تاع الإصابات هذه وديما على مستوى العضلات لكن في الأخير ينجم يشارك نتصور أنه ينجم يشارك لأنه ديما يتعرض لإصابات يوسف البلايلي اللاعب ديما عرضة للإصابات سوبر باش يكون في قطر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي الجماهير الترجية باش تكون حاضرة في قطر نتصور عنده دافع كبير زادة لأنه حسب ما سمعت فما جماهير غفيرة باش تكون حاضرة غدوة بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي رغم انه وضعيته في البطولة ما يعني ما هيش في افضل حالاتها تنقصوا 3 مقابلات بطبيعة ولانه الوداد البيضاوي المغربي متصدر وكان حتى اليوم تعادل يعني الوداد البيضاوي هرب عليه في البطولة دونك سوبر كوب هذا فرصة للرجاء باش ينقذ الموسم نتاعه لانه صعيب برشا باش يخلط على البطولة دونك فرصة الاخيرة اللي هو باش ينقذ على الاقل بلقب يضمنه من تو على مقابلة كل شيء وارد انه كما قال مصطفى شاطر والراي الترجي اقرب لل فوز بالمقابلة هذه بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي فنيا الفريق ينجم يفوز لكن إن شاء الله الظروف كل تكون مهيئة للمتاع جماهير والنقل والسكن تكون باهية وطيبة للنجم الرياضي الساحلي لأنه على الميدان النجم الرياضي الساحلي مقابلة صعيبة صحيح لكنه نجم يفوز تبقينا تبقى العوامل الخارجية ممكن تأثر على النجم الرياضي الساحلي العوامل الخارجية يعني ثم شخصية نافذة في السودان تابعة للمريخ السوداني كانت وعدت الجماهير السودانية بالدخول المجاني يعني الملعب قال لهم البسوا احمر والبسوا احمر برك ودخلوا تذاكر مجانيه يعني الملعب باش تلقاه الان للاخر يعني نعرفوها الاجواء السودانيه اجواء سخونه نوعا ما ان شاء الله النجم الرياضي الساحلي ينجم يعني يتجاوزها لانه عنده الخبره حتى هو باش ينجم يتجاوز الوضعيات هذه نذكروا عمناول او تعمناول كان انتصر على المريخ السوداني في السودان بالذات بهدفين مقابل هدف على كل حال كملنا مع الاغتيريتي جوست بعض الاخبار البسيطه يعني على الساحه العالميه اليوم كان خبر اعتزال غونزالو إيغوين المهاجم الارجنتيني اعلن اعتزاله من اللعب الدولي مع المنتخب الارجنتيني نعرفوا لإيغوين يعني مسيرته مع المنتخب الارجنتيني ما كانتش يعني كما يحبها هو يعني نذكروا الفرصه الشهيره اللي ضيعها في الكوب دي موند اللي خلات يمكن الجمهور الارجنتيني يمكن يغضب عليه شوية أيضا صفقة قياسية كان عملها بايرن ميونخ بتعاقده مع المدافع الفرنسي إرنونديز مدافع أتلتيكو مدريد أيضا تعاقد مع المدافع بافار مدافع شتوتغارت شنو رأيك في الصفقات هذوما سيد؟
الحقيقه زوج صفقات ممتازين برشا، زوج ملاعبيه الحقيقه شخصيا معناها يعجبوني برشا. الظهير الايمن بافار يعني عاد كوب دي موند كبيره برشا، ولانه مع الفريق ومش قاعد يقدم في مقابلات بنفس الطراز، لكنه يبقى ملاعب فالور سور. كيف كيف هرنانديز يعني مدافع متميز، وكان محل الانظار عده انديه في الاخير يعني للبايرن. تعرف ايش تعمل البايرن؟ تحب تعيد ترتيب البيت من جديد، البايرن تحب تعاود من جديد، ولاكيد انه البايرن ما تلعبش في الانتدابات بتاعها اللي دائما ما تكون موافقه. اكيد يعطيك الصحه، هيك نقول كمان مصطفى يعطيك الصحه، مصطفى يعطيك الصحه، سالم، نتلقاو ان شاء الله في الاسبوع القادم.